بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة ويوم جديد في البريمو، وقبل 48 ساعة من المباراة النهائية لبطولة إفريقيا تحت 23 سنة بين المنتخبين، المنتخب الوطني الأولمبي والمنتخب المغربي، الفريقين اللي خلاص حسموا التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، لكن طبعا منتخب مالي ومنتخب غينيا طبعا تم طبعا إقصائهم من مباراة نصف النهائي، سواء طبعا قدر المنتخب الوطني الأولمبي إن هو يفوز على غينيا بهدف مقابل لا شيء سجله محمد شحاتة، أو المنتخب المغربي اللي فاز بصعوبة على المنتخب المالي بنتيجة 2-1. المباراة في غاية الأهمية، في رغبة المنتخب الأولمبي في الحفاظ على اللقب الإفريقي اللي بتحتفظ به مصر من طبعا النسخة اللي فاتت اللي كانت مقامة في القاهرة، وكانت تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني الحالي للمقاولون العرب وطبعا السابق للمنتخب الأولمبي. لكن خليني أقول لك أن طبعا خلال الساعات اللي فاتت تم طبعا من خلال اتحاد الكرة مضاعفة المكافآت الخاصة للاعبي المنتخب الأولمبي وللجهاز الفني، وكان قبل طبعا ما يسافروا المغرب كان في قرار من اتحاد الكرة بصرف كافة المستحقات المتأخرة للاعبين من الآخر علشان ما يكونش في أي حجة في تقديم عروض قوية ونتائج طيبة. وما حدش يقول لي ان طبعا احنا بالنسبة لنا اللعيبة المصريين بيكون هدفهم التحقيق طبعا الألقاب وتحقيق الإنجاز أو التأهل للأولمبياد أو التأهل للمونديال ده في المقام الأول، بعكس لاعبي القارة السمراء أو اللاعبين الأفارقة بيكونوا بيهتموا بالمبالغ المالية. لكن لما بيكون في حافز للاعبين وللجهاز الفني بأنك أنت رايح البطولة وأنت ملكش أي مستحقات مالية، فأنا كاتحاد كورة، ودي من الحاجات الإيجابية برضو زي ما بنتكلم على السلبيات اللي أحيانا بتكون موجودة في اتحاد الكرة على مدار السنين اللي فاتوا، لكن أي بطولة وانت داخلها رقم واحد لازم يكون في طبعا إنهاء للمستحقات المالية، إلى جانب وجود فيتوريا في الساعات اللي سبقت مباراة غينيا، وده أمر هنتكلم عليه واتكلمنا عليه امبارح لكن هنتكلم عليه تاني. لكن بقف دايما عند ميكالي المدير الفني البرازيلي للمنتخب الأولمبي اللي غير بشكل كبير جدا من ما فهمنا كلنا عن المنتخب الأولمبي، المنتخب الأولمبي اللي بيخوض مباريات بطولة إفريقيا تحت 23 سنة أقصى المتفائلين داخل اتحاد الكرة وداخل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لم يتوقع النتائج اللي ظهر بها المنتخب الأولمبي، ولم يتوقع البعض وإحنا منهم وخبراء ونقاد إن يتصدر المنتخب الأولمبي قمة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من تعادل مع النيجر وفوز على مالي وفوز طبعا على الجابون ثم طبعا الفوز على غينيا في مباراة نصف النهائي. خلينا أقول لك أن برضو القرعة خدمتنا في مواجهة غينيا في نصف النهائي عن مواجهة منتخب المغرب، لكن القرعة خدمتك ليه؟ خدمتك لأن أنت تمكنت من الفوز بهدفين مقابل لا شيء على الجابون في المباراة الأخيرة من الجولة الأخيرة في الدور الأول أو في دور المجموعات. فرق جدا جدا الفوز لأن خلاك 7 نقاط، خلى المنتخب الأولمبي 7 نقاط
في طبعا مواجهه او تجنب مواجهه المنتخب المغربي صاحب الارض، وطبعا عنده عامل الجمهور، فكل ده خلى المنتخب الاولمبي او سهل من مهمه المنتخب الاولمبي في التاهل الى المباراه النهائيه. خليني اقول لك كمان ان الى جانب وجود ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي، في اتنين لم يظهر دورهم في الاعلام بشكل كبير، وهو محمد بركات عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ورئيس البعثه المصريه، وهو على فكره اللي اختار ميكالي كمدير فني للمنتخب الاولمبي، لان الملف ده من الاخر كله كان مع محمد بركات، وحازم امام كان معاه ملف المنتخب الاول. الاثنين بينسقوا مع بعض وكانوا بيراجعوا مع بعض في اختيارات المدربين والعناصر اللي موجودة، وبكلمك في كواليس، لكن محمد بركات هو كان صاحب قرار التعاقد مع ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي. العنصر الثاني هو وائل رياض شيتس، وهنا بوري لك ان انت لما بيكون في اصرار على وجود حد بيشتغل اصلا في المراحل السنيه الصغيره، وفي نفس الوقت كان قريب للعيبه، وفي نفس الوقت كان متواجد مع الجهاز الفني السابق بقياده شوقي غريب، فبالتالي كان هنا الاختيار مناسب جدا. وجود وائل رياض شيتوس كان ليه دور مختلف بشكل كبير، نفس الدور اللي كان بيقوم بيه شوقي غريب مع حسن شحاتة في فترة الجيل الذهبي 2006 و8 و10 اللي حصلوا على 3 بطولات أمم إفريقيا، بيقوم بيه وائل رياض شيتوس مع الميكالي ومع اللاعبين في الوقت الحالي، سواء من متابعة اللاعبين في أوروبا اللي هم محترفين، هل ممكن كان يتم الاستعانة ببعض اللاعبين المحترفين، أو مواصلة التعامل مع اللاعبين اللي ما كانوش بيشاركوا بشكل أساسي مع أنديتهم في الدوري الممتاز. ودي كانت أحد الصعوبات اللي بتواجه المنتخب الأولمبي في الفترة الأخيرة، وكانت بتواجه ميكالي، وكان ميكالي كمان بيتكلم سواء مع الجهاز المعاون أو مع اتحاد الكرة، واتكلم فيها كمان لو تفتكروا في جلسات مختلفة مع المدربين، مع الجلسات اللي كان بيعقدها ميكالي مع مدربي أندية الدوري الممتاز، إن كان لابد من الاستعانة باللاعبي المنتخب الأولمبي في مباريات الدوري الممتاز. والاستعانة مش يعني الاستعانة إن هم يشاركوا في مباريات كده وخلاص. الوحيد اللي كان بيشارك بشكل أساسي بقاله سنتين هو حسام عبد المجيد، ده اللاعب الوحيد اللي بيشارك بشكل أساسي في مباريات الدوري الممتاز كمدافع وعنصر أساسي مع نادي الزمالك. فيما عدا حسام عبد المجيد مش هتلاقي لاعبين بيلعبوا بشكل أساسي يعني بشكل مؤثر في الدوري الممتاز. حتى إبراهيم عادل، يعني إبراهيم عادل اللي هو نجم بيراميدز واللي هو سبق للتوقيع للنادي الأهلي في فترة من الفترات، لكن طبعا ارتباطه بعقد مع نادي بيراميدز منع انتقال إبراهيم عادل إلى النادي الأهلي في الموسم اللي فات، دي معلومة كده على الماشي، ما كانش برضو بيشارك بشكل أساسي، وبيتم الاستعانة بيه ما بين الوقت للتاني، سواء بقى في وجود باتشيكو، في وجود تاكيس جونياس، في وجود أي مدرب كان بيتواجد. وهنا بيوري لك الدور اللي كان، ولو تفتكروا إن المنتخب الأولمبي
بيكون لي دور مختلف تماما في التعامل مع اللاعبين اللي ما بتشاركش في مباريات او مع انديتهم في الدوري الممتاز. أسامة فيصل حتى اللي تم اعارته الى من نادي الزمالك الى البنك الاهلي برضه ما كانش بيشارك في المباريات بشكل اساسي. كل دي كانت صعوبات بتواجه المنتخب الاولمبي، لكن في النهايه تاهل المنتخب الاولمبي الى اولمبياد باريس 2024. ومعايا واحد من ابرز النجوم الكره المصريه كان في المرحله السنيه دي، لولا الحادث اللي كان تعرض ليه في وقت وفي سن صغير كان سينتقل الى ريال مدريد، وبالفعل كان هينتقل الى واليوفنتوس. يعني كان يعني اللي انتم شايفينه دلوقتي بالنسبه لمحمد صلاح كان النجم اللي معايا على التليفون كابتن محمد اليماني، كان هيكون ليه شأن كبير جدا جدا لولا طبعا النصيب والحدث اللي تعرض ليه. المهم ان هو معانا دلوقتي. كابتن يماني برحب بيك. اسلام، ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ كويس؟ كل زي الفل يا حبيبي، انت عامل ايه؟ طمني عليك. الله يخليك كابتن. كابتن يعني بكلمك على طبعا بعد بكره مباراه المنتخب الاولمبي مع المنتخب المغربي، بعد حسم بطاقه التاهل لاولمبياد 2024، شايف ان هيكون الحافز اكبر بالنسبه للعيبه؟ كيف يتعامل ميكالي ورياض شيتوس زميلك في طبعا منتخب الناشئين صاحب برونزية 2001، كيف يتم التعامل مع المباراة النهائية؟ بص يا اسلام، في البداية الحمد لله اللي عملنا الخطوة الأولانية اللي هي وصول الأولمبياد، دي أهم حاجة الحمد لله. وكان في طبعا ضغوطات على اللعيبة والستريس، حتى أداء اللعيبة ما كانش عالي جدا، بسبب إن أنت يعني عايز توصل لحاجة أو توصل مثلا لحاجة معينة بتلعب بشكل معين وباسلوب معين في الملعب. خلاص الحمد لله ربنا كرمك ووصلت للحاجه اللي انت عايزها. انا حاسس الماتش الجاي هيبقى فيه الضغوطات هيبقى اقل على اللعيبه، هيلعبوا باريحيه اكتر، هيلعبوا ممكن على طول، بس هو الماتش هيبقى صعب عشان انت بتلعب منتخب المغرب اللي هو الملعب اصلا البطوله اصلا في المغرب، والماتش مش هيبقى سهل جدا، وانت عارف ماتشات المغرب والمنتخب المصري بتبقى منتخب المغرب ومنتخب مصر بتبقى ماتشات قويه جدا، وماتش مش سهل يعني انت عارف كده طبعا يعني. بس انا شايف المنتخب بتاعنا هيلعب باريحيه اكتر، لان يعني الحمد لله وصل ده ممكن يبقى حافز ولا امر سلبي على اللاعبين الاريحيه ديت يا كابتن يامين؟ لا انا شايف ان اللعيبه ما اظهرتش كل مستواها الطبيعي في الاربع ماتشات اللي فاتوا، لان يعني في لعيبه كتير عندها مستوى عالي جدا، بس كان في بعض التخوف، يعني مثلا بتجيب هدف في بدايه المباراه بعد كده بتلعب ما بتهاجمش تاني، يمكن بتجيب هجمتين ولا ثلاثه في الماتش كله او ثلاث هجمات. انما حاسس بعد ما وصلت الاولمبياد وخلاص اتاكدت انك وصلت، فممكن تلعب باريحيه اكتر واللعيبه تطلع كل اللي عندها، يبقى في كوره احسن وافضل من اللي احنا اتفرجنا عليها. اللي انت شايفه يعني خلى ميكالي يعني يغير شويه من، لو تفتكر حضرتك اول ما تولى المسؤوليه اداء المنتخب الاولمبي طبعا ما كانش عاجب حد في البدايه، لكن فوجئنا حتى لغايه المباريات او التصفيات المؤهله لبطوله افريقيا ما كانش في قناعه كبيره باداء اللاعبين يا كابتن يماني، لكن تحسن الاداء في النهائيات او في البطوله، فايه السبب من وجهه نظرك؟ لان ده مدرب كبير ومدرب اشتغل على العامل النفسي كويس قوي، وبعد كده اشتغل على اللعيبه اللي معاه او على الماتش اللي معاه. هو ما غيرش كتير في خط اللعب بتاعته يعني او طريقه لعبنا، يعني ما عملش حاجه كامله، يعني حتى في تغييراته اللي هي بتبقى دايما في الماتشات بتحس ان هي زي بعض او نفس اللعيبه بتتغير، الا بس تغيير واحد عبد الرحمن اوجيرو او عبد الرحمن بتاع لعيب محله اللي نزل في الماتش اللي فات وجاب كره في العارضه وكان بيهدد المرمى الخصم، بس تغيرت تحس اللي هي زي ما هي. هو بيعتمد على لعيبه نص الملعب وعلى الثلاثه اللي قدام، عندك ابراهيم عادل واسامه فيصل وقط، ففي لعيبه مميزه هم فعلا. انا شايف كلمه السر عند ابراهيم عادل، بس الراجل عموما مش عايز يعمل حاجه زياده للعيبه دي، بيلعب على قد القماشه اللي عنده وبالمستوى اللي احنا بنشوفه دايما، يعني
كرة عادية، مش كرة صعبة ولا كرة معقدة، كرة سهلة سهلة سهلة. بس أنا شايف إن إحنا اللعيبة دي القماشة دي عندها أفضل من كده، يعني اللعيبة دي عندها أفضل من كده. بس إن شاء الله أشوف الماتش الجاي، ومحتاجين نعمل ماتشات ودية كتير بعد البطولة دي إن شاء الله، عشان اللعيبة دي يبقى عندها تآلف وعندها تجانس أكتر، ويظهروا بمظهر كويس في البطولة بتاعت باريس إن شاء الله للأولمبياد بإذن الله. كابتن يماني، يعني عدم تسجيل اي اهداف في مرمى المنتخب الاولمبي، كلين شيت كلين شيت، ده راجع لتألق حمزه علاء حارس النادي الاهلي، ولا راجع لطريقه اللعب اللي بيعتمد عليها ميكالي؟ لا، احنا ندي حمزه علاء حقه بصراحه، حارس مرمى محترم ورقم 4 في النادي الاهلي، بس حارس مميز، تحس ان هو واقف واقف في حراسه المرمى، يعني واثق من نفسه، ومدي دافع كبير للعيبه، ومدي ثقه للعيبه، لا يتحسب له. وطبعا طريقه لعب ميكال برضه، ولا ميكيخيل، زي ما قلت لك بيأمن، يعني هو مأمن قوي، يجيب الهدف مثلا بدري، زي ماتش مثلا مالي، جبت هدف بتاع ابراهيم عادل في الاول، بعد كده أمنت. الماتش اللي فات برضه بتاع غينيا نفس القصه، أمنت اللعب كله فيه تأمين. بس انا يعني انا اخذ عليه نقطه بس، اللي فيه باصات كتير في العمق في القطع دي، بس المشكله. لما غير كده زي ما قلت لك حارس المرمى متميز جدا، يعني وان شاء الله يكمل بنفس المستوى ده ويبقى رقم واحد باذن الله. بس يعني حمزه علاء ممكن بعد تألقه، هل تنصحه ان هو يستمر في النادي الاهلي في ظل وجود محمد الشناوي، في ظل وجود علي لطفي، في ظل وجود مصطفى شوبير، ولا ممكن يشوف له فرصه تانية تكون افيد ليه وافيد مثلا للنادي الاهلي؟ بص يا سام، والله اي حد بيلعب في النادي الاهلي ده شرف ليه، والنادي الاهلي نادي كبير، اي حد بيلعب فيه، بس الفرصه هتبقى صعبه جدا بالنسبه له انه يلعب في وسط النجوم المتواجده دي حاليا، شناوي او علي او شوبير. فانا لو او في مكانه بعد المستوى العالي اللي انا ظهرت بيه في البطوله دي، لو جالي عقد احتراف او جالي اي حاجه اروح على طول، ما استناش، وبعد كده ربنا يكرم بعد كده الفتره اللي بعديها لو عايز يرجع الاهلي تاني او يلعب في انديه كبيره. يعني الافضل ان هو يطلع حتى لو على سبيل الاعاره، يعني مشكله بس يطلع ويلعب، لان اللاعب لاعب الكره عموما حارس مرمى او لاعب عادي اللي هيفرق معاه اللعب كتير هو اللي هيجيبه، لما هتفضل قاعد بره خالص ما تلعبش هتبعدك قوي عن مستواك الطبيعي او المستوى اللي انت عايز توصل له. كابتن محمد اليماني طبعا نجم الكره المصريه، وزي ما قلت لكم محمد اليماني ساهم مع منتخب مصر للناشئين بقيادة شوقي غريب في الحصول على أكبر إنجاز حققته الكرة المصرية، وهو برونزية العالم للناشئين في 2001. بشكرك طبعا محمد يماني، وزي ما قلت لك، وده كلام كمان لازم يعرفه اللعيبة اللي موجودة دلوقتي، اللي هو أسامة فيصل وإبراهيم عادل ومحمد شحاتة ومحمود صابر وحسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق وكل اللاعبين وحمزه علاء، ان محمد اليماني ده لما تألق كان قالب الدنيا في كاس العالم. لو الناس بس رجعت، او لو الولاد دول رجعوا، يعني انتوا معاكم واحد من الجيل ده اللي هو وائل رياض شيتوس، محقق انجاز، اللي كان مع نفس الفريق محقق انجاز، وبالمناسبه وائل رياض وقتها كان متألق جدا وجاله عروض، افتكر كويس جدا ان الدنيا كانت مقلوبة على محمد اليماني. فلازم اللعيبة دي تعرف كويس قوي ان يقدروا ان هم يحققوا ميدالية اولمبية. نبطل بقى فكرة التمثيل المشرف، حتى ولو كان الامر طبعا هيحتاج يعني اتجاه تاني خالص من اتحاد الكرة. كنت بتكلم مع مسؤول في اتحاد الكرة في فكرة ان لازم يبقى في مباريات ودية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، لان في النهاية هيخوض المنتخب الاولمبي مواجهات صعبة امام طبعا منتخبات ستؤهل الى الاولمبياد، الى جانب طبعا في محاولة من المسؤولين في اتحاد الكرة للتنسيق مع ليفربول الانجليزي لتواجد محمد صلاح، طبعا نجم مصر ونجم المنتخب الوطني.
في قائمة المنتخب الأولمبي. نفس المشكلة اللي واجهت طبعا شوقي غريب بتواجه طبعا الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، وهو تعارض مواعيد مباريات الأولمبيات مع فترة أو استعدادات ليفربول للدوري الإنجليزي. ده اللي خلى أو منع محمد صلاح من المشاركة في الأولمبيات الأخيرة، وبالتالي ده اللي هنشوفه وهنتابعه خلال الفترة المقبلة. هل هيكون محمد صلاح متواجدا مع المنتخب الأولمبي في باريس 2024، ولا تعارض المباريات والاستعدادات للدوري الإنجليزي مع ليفربول هيمنعه عن المشاركة؟ خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض. صعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك بعد تأهله لنهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة مساء الثلاثاء. المنتخب المصري شاء طريقه للنهائي بعدما تغلب على غينيا بهدف دون رد في المربع الذهبي. المباراة اللي أقيمت بملعب طنجة شهدت تسجيل المنتخب المصري هدف مبكر بعد مرور 9 دقائق فقط عن طريق محمد شحاتة. بهذا الفوز ضمن منتخب مصر التواجد في أولمبياد باريس بعد الوصول للمباراة النهائية للبطولة الإفريقية لمواجهة منتخب المغرب الشقيق. وكان منتخب مصر تصدر ترتيب المجموعة الثانية اللي ضمت لجواره منتخبات النيجر ومالي والجابون برصيد 7 نقاط، وجي منتخب مالي وصيف ب6 نقاط. وهيلتقي منتخب مصر الأولمبي مع المغرب في النهائي القاري يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو الجاري في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة. وتأهل منتخب المغرب لنهائي كأس أفريقيا تحت 23 عام بعد الفوز على نظيره منتخب مالي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2. وضمن منتخب مصر تواجده في أولمبياد باريس 2024 بعد وصوله لنهائي بطولة كأس الأفريقية تحت 23 عام. وبيتأهل أولمبياد باريس المتأهل لنهائي بطولة كأس الأفريقية تحت 23 عام بالإضافة للحاصل على المركز الثالث في البطولة. مكملين معاكم. وزي ما قلت لك في خلال الفترة الأخيرة فيتوريا هو كان أصر على التواجد أو السفر للمغرب، وكان بيتكلم مع المسؤولين في اتحاد الكرة إن هو مهتم جدا بالمنتخب الأولمبي، وحسب المعلومات اللي عندي إن هو يمكن مركز على 5-6 لاعبين ممكن يتم الاستعانة بيهم خلال المراحل أو المعسكرات المقبلة في سواء بقى المباريات الودية أو المباريات الرسمية اللي ممكن يتم على حسب طبعا ممكن قدرة كل لاعب، ممكن يتم المراكز. يعني هو مثلا معجب جدا بمحمد شحاتة لاعب طلع الجيش، معجب جدا بطبعا إبراهيم عادل لاعب المنتخب الأولمبي ولاعب نادي بيراميدز، معجب بحسام عبد المجيد مدافع طبعا الزمالك ومدافع المنتخب الأولمبي. لكن طبعا هتلاقي بقى إيه في بعض المشاكل اللي ممكن تواجه الاستعانة ببعض اللاعبين حتى لو المدير الفني ممكن يكون مقتنع بيه. زي حسام عبد المجيد مثلا هتلاقي ان في مركزه عدد من اللاعبين المميزين اللي بيتم الاستعانه بيهم اللي عندهم خبرات كمان بشكل كبير، على راسهم احمد حجازي ومحمد عبد المنعم، هتلاقي ياسر ابراهيم، هتلاقي اسماء ممكن الونش طبعا قبل اصابته، فهتلاقي في اسماء كتيره في المركز ده، فممكن ياخر انضمام حسام عبد المجيد. وإن كان كل شيء بيكون وارد في كرة القدم، لكن كل الناس بتقعد تتكلم زي ما قلت لك قبل الفاصل
على الثلاث لاعبين اللي ممكن يكونوا متواجدين في المنتخب الأولمبي أو موجودين مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد. زي ما انتوا عارفين ان لائحة البطولة او لائحة الأولمبياد بتسمح بوجود ثلاث لاعبين فوق 23 سنة يتم الاستعانة بيهم مع كل فريق، وبالتالي على رأس هؤلاء طبيعي مش هيبقى عندك زي ما قلت لك قبل الفاصل محمد صلاح، ومش هتجيبه، لكن ده بيتم التنسيق مع ليفربول. خلينا ناخد برضو مكالمة مهمة جدا، وهي طبعا من الكابتن خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة. كابتن خالد برحب بيك. أخيرا يا أستاذ إسلام، إزي صحتك؟ ومبروك التأهل للأولمبياد، وإن شاء الله يعني بإذن الله يتوج كمان المنتخب الأولمبي ببطولة إفريقيا بإذن الله تحت 23 سنة. إن شاء الله بإذن الله، إحنا عندنا أمل كبير فعلا إن إحنا ما نكتفيش بس بالتأهل، إن إحنا إن شاء الله نفوز ونحافظ على اللقب إن شاء الله. إن شاء الله. كنت متوقع قبل الـ يعني المشاركة في نهائيات 23 سنة أو بطولة إفريقيا 23 سنة تصدر المنتخب الأولمبي للمجموعة، الكلين شيت اللي حققه الفريق في المباريات لغاية دلوقتي وإن شاء الله يستمر، الأداء المميز اللي ظهر باللاعبين، هل حضرتك كنت ولا زي حالتنا كده كنت خايف كنت قلقان؟ أنت حضرتك مسؤول وأنت قريب لي طبعا الجهاز الفني واللاعبين. شوف هقول لحضرتك، انا هتكلم بمنتهى الصراحه يعني. طبعا الـ الـ في الاوائل، اول ما جه مستر ميكالي مسك الفريق، الفريق ما كانش يعني بالحاله بتاع دلوقتي خالص. الفريق كان لسه ما لعبوش مع بعض، اللعيبه نفسها ما لعبتش في الدوري كتير، اللعيبه ما شافتش جمهور، فكان في رهبه كده من اللعيبه بينها وبين بعضها يعني لسه. بس بعد ماتش والتاني والتالت ابتدت الدنيا تبان، وابتدت الماتشات الوديه المستوى بيزيد، ابتدينا نحس ان مستر ميكالي فعلا له اضافه كبيره. ففي بدايه البطوله احنا عارفين ان احنا ممكن نعمل حاجه كويسه لان المستوى بيرتفع يعني. انما الحقيقه المستوى بقى والروح اللي ظهرت دي اكتر من ما كنا متوقعين بكتير يعني. فعلا الواحد حس بان الفرقه دي فرقه تقيله، ومدرب كبير جدا، وده بيدينا فخر الحمد لله بان احنا اختياراتنا كانت صح، سواء هو او مثل فيتوريا. الاختيار الحمد لله احنا وفقنا، والدليل اهو ان حتى مثل فيتوريا كان استلم المهمه واحنا في المركز الرابع في المجموعه. الراجل عمل مباريات كلها الحمد لله إيجابية، فوز كبير في كل الماتشات اللي لعبتها. النهاردة تأهلت لأمم أفريقيا وانت أول مجموعة. نيجي بقى لمستر ميكالي، نفس القصة، انت يعني طلع أول مجموعتك ولعبت الدور قبل النهائي وكسبت، ولعبت مع فرقة تقيلة، وهتلعب إن شاء الله يوم السبت مع المغرب. وعندنا أمل كبير جدا إن شاء الله كده إن احنا نفوز ونتأهل واحنا متواجدين، لان ارجع اقول ان احنا حقيقة احنا ما بنقللش من دي. الناس دايما يعني قلقانة، لا، مصر فيها خبرات وفيها لعيبة كويسة وفيها قامات كويسة جدا وفيها لعيبة عندهم روح، فيها مدربين احنا فعلا اخترناهم صح على اعلى مستوى، كل طلباتهم بتنفذ طبعا في حدود المعقول يعني، ان احنا بنوفر لهم كل الاحتياجات. الوزاره بتدعمنا الحقيقه دعم كويس جدا، سياده الوزير دايما معانا في دعم مادي ودعم معنوي، ومتواصل معانا يعني، ما بيسيبناش يوم الا ما بيسال على كل المنتخبات اخبارها ايه. يعني حتى المجموعه في المغرب دلوقتي عايز اقول لك يوميا مره او مرتين قال لي بيتصل بيا. فطبعا احنا مش هننكر الدعم اللي اداه لنا ممثل في وزاره الرياضه والشباب. بنقول ان احنا كمجلس اداره موفرين كل الاحتياجات، اخترنا صح، كلنا على قلب رجل واحد.
بنحضر تمرينات تدريبات بنحضر معسكرات بنسافر معاهم يعني الحقيقه الحمد لله هي المنظومه ماشيه صح. ولو بصيت في كل حاجه احنا تاهلنا برضو كاس عالم كره شاطئيه ودي حاجه اول مره حاجه كويسه جدا. فالحقيقه الحمد لله لحد دلوقتي احنا بنقول الدنيا ماشيه كويس بس هي مساله وقت ان انت اللعيبه بقى قدامك سنه قبل ما تيجي تلعب في اولمبياد باريس. السنه دي عايزه ترتيب وعايزه معسكرات وعايزه احتكاكات. اللعيبه نفسها في خلال السنه دي انا متهيألي ان بعد العروض المحترمه اللي اتقدمت منهم انديتهم هتلعبهم في الدوري انديتهم هتفتخر بيهم هيبقى عندهم فرصه ان هم يلعبوا اكتر يحتكوا اكتر. ممكن اللعيبه تجي لها عروض من بره لان ده مستبعده خالص في خلال الثلاث اربع ماتشات اللي فاتوا دول. يعني السؤال بمجرد التأهل للأولمبياد كل يعني كلنا كصحفيين أو إعلاميين أو الناس في الشارع الكل يعني بيقول إن يعني الثلاث لعيبة الكبار هل محمد صلاح هيكون موجود ضمن الثلاث لعيبة الكبار ولا لسه بقى هيتم التنسيق مع ليفربول على اعتبار إن طبعاً تعارض المباريات الأولمبيات مع مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي هل هيتم التنسيق ولا الدنيا هتكون ماشية ازاي كابتن خالد؟ والله طبعا احنا حاجة بالنسبة لنا احنا كاتحاد كورة وكمنتخب مصر نتمنى ان يكون تواجد الكابتن محمد صلاح. محمد صلاح اسم كبير وهيبقى هو قيادي وهي برضه انا عايز اقول حاجة هي ارقام جديده ليه هو برضه هو طبعا مش محتاج الارقام دي وكل حاجه وهو راجل الحمد لله يعني فخر الكره المصريه بارقامه وانجازاته. لا بس يمكن اللعيبه العالميه اللي بحجم محمد صلاح بيبقى هل من مزيد بالنسبه لتاريخه الكبير ما ده اللي انا عايز اقوله هو 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 محمد صلاح مش محتاج بالظبط جاز ولا هو الراجل عامل الحمد لله ارقام ما حدش حققها ولكن قد يجوز وطبعا وده الارجح ان هو لما يقول انا لعبت اولمبياد ثلاث مرات دي بالنسبه له رقم جديد بالنسبه له انجاز هو بغض كل النظر عن كل ده هو برضه بيحب بلده وبيحب ان هو يبقى خايف على وحريص على وغيور على منتخب مصر سواء الاولمبي او المنتخب الاول لان المنتخب الاولمبي لما كان بيتمرن في الدفاع الجوي في الملعب والمنتخب الاول بيلعب في المنتخب في الملعب الثاني فكان محمد صلاح لازم يروح يقف معاهم قبل التمرين المنتخب الاولمبي ويشجعهم ويتكلم معاهم ويديهم الحماس ده يعني حاجه كانت لفته جميله جدا مش مره ده كذا مره فطبعا انا متاكد ان هو طبعا يبقى نفسه قبل ما يكون بيحقق لنفسه انجاز هو نفسه يكون بيعمل لمصلحه المنتخب الاولمبي بتاع مصر. كابتن خالد يعني حضرتك اشرت في كلامك لامرين مهمين جدا. الامر الاول فيما يخص عدم مشاركه اللعيبه الحاليه للمنتخب الاولمبي بشكل اساسي مع انديتهم في الدوري الممتاز ودي كانت عقبه بتواجه طبعا الجهاز الفني بقيادة ميكالي في بداية تولي المسؤولية وحتى قبل خوض البطولة اللي هو يعني انت عنصر اساسي بتلعب بشكل دائم مع فريقك في الدوري الممتاز. هنا سؤالي وانا عارف ان هو صعب جدا تنفيذه يعني كيف ينسق اتحاد الكرة مع الأندية في ضرورة الاعتماد على أو تصعيد عناصر شابة تحديدا في الأندية اللي هي بتنافس دايما على البطولات زي الأهلي والزمالك؟ شوف احنا عايز اقول لك هي بدون تدخل طبعا هي دي حاجة صعبة تطبيقها ان الاتحاد يفرض في اللائحة بتاعته حاجة ولكن انا عايز اقول لك ان هي كده وكده الأندية بعد ما شافت المستوى بتاع الفريق وليت مستوى لعبتها انا بتهيألي ان الامر هيختلف بدل ما بنروح نشتري لعيب من بره ونجيب لعيب من بره مصر او لعيب حتى نشتريه من نادي تاني طب احنا نبص لعيبتنا ولادنا دي حاجه. الحاجه الثانيه
انت في خلال سنة مش قليلة ده سيدي كامل. في ناس بتعتزل، في ناس بتحل محلها وبتسلم اللي بعديها، فممكن يبقى في احلال من لعيبة المنتخب الاولمبي للعيبة تانية في نفس النادي بتاعهم، مش عشان حاجة اكتر من هما لعيبة على وشك الاعتزال او على لعيبة خلاص يعني ادوا اللي عليهم، فبيدوا مساحة او فرصة النادي عايز يستغل اللعيبة اللي عنده بعد ما شاف. ده احتمال تاني. انما انا بقول لك هم اللعيبه فرضوا نفسهم خلاص، يعني اللعيبه بعد المستوى اللي ظهروا بيه انا متهيألي ان هم فرضوا نفسهم على انديتهم، انديتهم توفر فلوس اللي هتشتري بيها من بره وتديهم الفرصه وتجرب. اذا كان مصر جربتهم ونجحوا يبقى ازاي مش هينجحوا جوه الدوري المصري؟ انا ده اللي انا شايفه. يعني الامر الثاني فيما يخص طبعا الاختيار او نجاح بالارقام دلوقتي أو لغاية دلوقتي فيتوريا مع المنتخب الأول وميكالي مع المنتخب الأولمبي، هل ده بيؤكد أن اللاعب المصري من الأفضل لي أن يكون تحت قيادة أجنبية سواء بالنسبة للمنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي؟ والله هي مش شرط، يعني أنا بقول مش شرط، ولكن هي الظروف ادتنا الفرصة أن احنا نختار ناس على درجة عالية بالكفاءة. الأمر اتنين الدراسة كانت صح ان انت تديهم تعاقد 4 سنين بحيث تبقى انت بتبص لقدام بالخطط. احنا ده كانت يعني وجهة نظرنا في الاول ان احنا مش هنجيب مدير فني نتعاقد معه سنة لو كسب او تأهل يقعد، لو ما تأهلش ما يقعدش. الكلام ده اصبح بقى خلاص حاجه قديمه. انت عايز تخطط، فانت ومش هتعرف تخطط الا اذا كنت جبت واحد انت واثق انه يقدر يصد معاك 4 سنين ويدي لك، لانك مش هتتعاقد 4 سنين مع حد مش كفء. فانت اول تثق ان انت بتقيم صح للراجل اللي انت هتتعاقد معاه، تعاقدت معاه على سي في كويس وعلى دراسه وعلى بدون تسرع. احنا اختيارنا كان في الاثنين بدون تسرع، وخدنا وقتنا وشفنا سيفيهات كتير واتكلمنا مع ناس كتير جدا، ولكن تم اختيار 2 على اعلى مستوى. لما ثبت ان احنا واحنا بنختاروا من الناس دي فعلا ادفق الكفاءات العاليه جدا، تعاقدنا 4 سنين دون النظر بقى للنتيجه ايه، ولكن احنا عارفين الناس دي قديره، هنتعاقد 4 سنين عشان احنا بنبص لقدام. بدليل ان مستر فيتوريا راح حضر امبارح مغرب الماتش وهيحضر الماتش الجاي على اساس ايه؟ ما هو كان راجل مش شغلته مثلا، او هو باصص ان هو خلاص تاهل لامم افريقيا وطلع الاول على المجموعه عمل اللي عليه وخد اجازته. انما كون ان هو يقطع اجازته ويروح عشان يحضر السيمي فاينال امبارح، ده يدل على ان الراجل ده قلبه على الشغل، باصص لقدام وباصص عينه على زي ما بقول لك هو احلال. يعني انت النهارده بتقول انا هلعب كاس عالم كمان 4 سنين او 3 سنين وشويه، هتقول بقى ايه؟ قطعا في ناس هتحل محل ناس. بالظبط. فانت بتحل محل ناس، يعني الراجل باصص لقدام وبيبص على اللعيبه اللي هو يعني شغال بسيستم وشغال باستراتيجيه. بالظبط. وبعدين في نفس الوقت تناغم ما بين الاثنين بقى. يعني هما الاثنين النهارده بس ميكالي ما زعلش مثلا الثاني رايح له. لا، هم عارفين ان هما الاثنين في الاخر موضوع اللي هو ما فيش صراع، اللي هو انا ما انا مستني مش عارف مين يقع، لا ده هو ايه اللي جايبه يتدخل في شغلي، لا مش عارف ايه. لا خالص، بالعكس متفقين على كده، والتناغم بينهم والفعلا هما طول الفتره اللي فاتت دي ماشيين مع بعض. فيتوريا بيحضر تمرين، ميكالي بيحضر معايا، الموضوع هي كلها منظومة واحدة، والنتيجة في الآخر بتجوب على الكل بقى، بتعم على ده شيء كويس جدا. وهو خلي بال حضرتك كمان يعني تأكيدا للكلام، لو ده مش هي يعني ما بيتمش في التعامل عمرك ما هتشوف نتائج كويسة. يعني بالضبط. يعني دايما، وانت حضرتك طبعا لك خبرات إدارية كبيرة داخل النادي الأهلي أو دلوقتي كمان في اتحاد الكورة، فدايما لما بتكون المنظومة في الحتة دي في المنتخبات أو حتى كان داخل النادي الأهلي وقت ما حضرتك كنت موجود، بيبقى دايما رقم واحد
سواء التنسيق بقى ما بين القطاع الناشئين او يعني بالنسبه للانديه والفريق الاول، او بالنسبه للمنتخبات ما بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي. انا عايز اقول لك على حاجه، لكن برضو من ضمن يعني تلميحاتنا في الاول خالص من اول يوم ان احنا عايزين تناغم بينكم وعايزين تعاون لان المصلحه واحده. وانا واحد من الناس كنت بتكلم مع مستر فيتوريا يوم ما كنا بنعمل المؤتمر الصحفي بعد بتاع، كان في غدا قاعد جنبي، فانا بقول له طبعا انت كناش لسه اتفقنا مع مستر فيتوريا ولا كان رشحنا حد لسه، فكان قلت له انت لازم حد، اي حد هيجي لازم انتوا الاثنين على اتصال وعلى تناغم مع بعض على اساس ان هي المصلحه ان انت الكاس العالم الجاي هتلعب بفريق اولمبي. في ناس كثيره منه موجوده. ففعلا احنا ده كان يعني ايه نظرتنا الاثنين. نظرتنا ان هم الاثنين، هو لا الحقيقه فعلا من غير ما احنا كمان نتدخل هي الدنيا مشيت بينهم. يعني بقول لك انا سعدت جدا لما لقيته راح وحضر وبتاع، وساعة اول من كام يوم لما عرفنا كده والله انا بقيت مبسوط جدا ان جت من نفسه يعني. طيب كابتن خالد، يعني ده برضو يعني سؤال مهم، لان فترة من الفترات كان اتحاد الكرة احيانا مش احيانا كان بيصنع مدربين للمنتخبات الوطنية. ولقينا مثلا وده حاصل بشكل او اخر يعني مع وائل رياض شيتس، كان موجود مع جهاز شوقي غريب، دلوقتي انتوا جبتوه مع ميكالي، وده كان اختيار موفق جدا لان عنده خبرات في الحته ديت. هل ودارس. نعم ودارس كمان، ودارس، والى جانب ان هو عنده خبرات في الشغل كمان يعني خارج المنتخبات، كان قبل كده مع قطاعات ناشئين قبل كده يعني. لكن انا بتكلم هل اتحاد الكوره خلال الفتره المقبله ممكن من اللاعبين الدوليين اللي هم اصحاب انجازات وبقوا كتير مثلا دلوقتي معتزلين زي وائل رياض شيتوس، في ناس كتير، هل ممكن يتم مثلا اثقالهم زي ما كان بيحصل قبل كده بارسال مدربين بياخدوا لايبزيج بيبقى في شهادات بعد كده بيتم تدريجهم في المنتخبات الوطنيه، خاصه انتوا بصدد اختيار اجهزه فنيه للمنتخبات الوطنيه للناشئين خلال الفتره المقبله؟ هو ده كلام محترم جدا، لان ده فعلا ده واقعي وده الواقع. ان احنا بنعمل دورات رخص A و B و C دلوقتي، بندي اللي ما لحقش واللي ما كانش عنده الفرصه عشان الناس دي تبقى معتمده من الكاف ومن الفيفا ويبقى ليها ثقلها، في نفس الوقت تديهم خبرات. في الحاجه الثانيه ان احنا دلوقتي عندنا ثلاث منتخبات هنرشح لهم مدربين فنيين، واحنا دول معتمدين على انهم يكونوا من الاسامي اللي حضرتك بتقول عليها اللي هم اللعيبه الدوليين المعتزلين اللي لهم خبرات. هنقول انا ما بقولش على حاجه حصلت، لا انا بقول احنا هنشتغل من غير مجاملات من غير وسايط، انا ما بقولش ده كان بيحصل، لا انا بقول احنا نظرتنا ايه. احنا بنقول ان احنا ان شاء الله احنا عاملين لجنه للاختيار بدون اي اهواء شخصيه، احنا كلنا بنبص للمصلحه العامه، ودي دي مصر بقى اللي بنختار لها. فده مصر بتختار لها، مش هيبقى فيها مجاملات، مش هيبقى فيها فلان صاحبي فلان لا يستحق وان احنا جبناه عشان راجل جميل، لا احنا دي احنا اولا مصلحه مصر، ثانيا احنا كاتحاد كوره اي نجاح بيبقى نجاح لينا. فاختياراتنا لازم تكون زي ما اخترنا مستر ميكالي ومستر فيتوريا، احنا برضو بنقول ان احنا اختياراتنا لازم تبقى بنفس الطريقه ونظره مستقبليه للمصلحه العامه دون النظر الى اي مجاملات. وفعلا احنا حطينا معايير لهذه الاختيارات على اساس ان انت هتبص تلاقي انت طالب يعني ايه مؤهلات عاليه جدا في الاختيار، على اساس انت تجيب احسن الخبرات. فده بيسلطر عدد كبير جدا من الناس اللي لسه ما لهاش الحظ في انها او ما كانش ليها التوفيق انها تاخد الحاجات اللي احنا طالبينها في المعايير تحصل عليها، سواء لعيب دولي سواء خد
اي وبي وسي، سواء اخد دورات كذا، كل ده احنا طالبينه على اساس ان احنا نجاحه من نجاحنا. اكيد كابتن خالد رندلي، يعني ان شاء الله يوم السبت نكلمك ان شاء الله، ونبارك لك ونبارك لمصر ونبارك لكل اللاعبين والجهاز الفني ان شاء الله بحصد بطوله افريقيا تحت 23 سنه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بشكرك كابتن خالد درندلي نائب رئيس اتحاد الكره. خلينا نطلع فاصل واستقبل بقى الضيفين الكبيرين الاستاذ جمال زهيري والاستاذ محمد الشرقاوي. بيسير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بخطوات ثابتة نحو استعادة لقب الدوري الممتاز بعد غيابه عن منصات التتويج في آخر موسمين. الفريق الأحمر بيقدم عروض طيبة للغاية في الفترة الأخيرة تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، اللي تولى مأمورية المارد الأحمر في سبتمبر الماضي خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش. واستطاع كولر أنه يقدم أوراق اعتماده سريعاً لجماهير النادي الأهلي اللي أصبحت بتقارنه بالأسطورة البرتغالي مانويل جوزيه بعد الإنجازات اللي حققها السويسري مع المارد الأحمر في فترة وجيزة. فحصد كولر مع الأهلي 4 ألقاب حتى الآن وأصبح قريب من حصد اللقب الخامس. مارسيل كولر خاض مع الأهلي 50 مباراة، حقق الفوز في 37 وتعادل في 9 مباريات وهزم في 4 مباريات فقط، منهم مباراتين في كأس العالم للأندية ضد ريال مدريد الإسباني وفلامينجو البرازيلي، وهزمتين في دوري أبطال أفريقيا أمام سان داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني. ولم يتلقى الأهلي أي خسارة مع كولر حتى الآن في بطولة الدوري الممتاز، فبيعتلي المارد الأحمر صدارة ترتيب البطولة برصيد 69 نقطة وعنده 5 مباريات مؤجلة، وأصبح قريب من حصد التتويج بدرع الدوري للمرة 43 في تاريخه. وتوج كولر مع الأهلي بأربع ألقاب خلال 9 أشهر فقط، فحصد لقب السوبر المحلي مرتين على حساب الزمالك وبيراميدز، كمان توج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا من أمام الوداد المغربي في الدار البيضاء. انضم لي اتنين من اهم الصحفيين والنقاد الكبار في المجال الرياضي والكتاب الصحفيين المميزين، الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ جمال زهيري. استاذ جمال برحب بيك، نورنا ومشرفنا. انت سعداء بوجودنا معاك يا استاذ. ربنا يخليك يا استاذ. والكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمد شرقاوي. استاذ شرقاوي منورنا ومشرفنا. الله يخليك يا استاذ اسلام، تحياتي ليك وتحياتي للاستاذ. مش عايز احرق المفاجاه، انا كان ممكن احرقها لك يعني. لا 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 بلاش بقى. كنت هعتدي على خطيبتك. لا سيبه. لا ازاي بقى. انت تعمل اللي انت عايزه يا استاذ جمال. ربنا يخليك يا استاذ اسلام. استاذ جمال، يعني بعد بكره ان شاء الله المنتخب الاولمبي في مهمه ثانيه غير الهدف الأساسي طبعا اللي حققه بالتأهل إلى أولمبياد باريس، مهم طبعا الحفاظ على لقب إفريقيا تحت 23 سنة أمام طبعا المنتخب المغربي. شايف إن هي مهمة، هدف مهم بالنسبة لميكالي واللاعبين، ولا خلاص بقى الهدف الأساسي اتحقق فممكن يبقى فيه هدوء في التعامل مع المباراة؟ لا، هو هدف طبعا مهم. هو ممكن يكون الأجواء دلوقتي بالنسبة للعيبة والمنتخب أهدى، لأن هم حققوا الهدف الأكبر اللي هو التأهل للأولمبياد، وبالتالي أنا بشوف إن ده ممكن يساعد اللعيبة ويساعد الجهاز الفني على إن هم يشتغلوا بشكل أكثر هدوءا و بحالة معنوية ونفسية أفضل لتحقيق الهدف. وهو معروف من البداية قبل السفر أنه أهم حاجة في مشوار الفرقتين، في مشوار الفريق، هما البطولتين يعني صراحة، مش واحدة منهم، لأنه بدون
تحقيق الهدفين دول انا بعتقد ان المنتخب ده كان هيذهب طي النسيان يعني. يعني حتى الناس ما كانتش مهتمه بيه قبل بدايه المنافسات. هو بالاداء وبالنتائج حتى مع بدايه المشاركه كان قدام النيجر فتعادل الناس قلقت جدا على الفريق. الناس اللي تابع الناس اللي قلقت اللي كانت بتتابع شويه لا الشويه اللي تابع يعني ده على فكره أيوة صح. ده يعتبر مؤشر برضه الناس مش مهتمه كانت صح وخصوصا انه احنا كل ماتشاتنا المحليه متزامنه مع ماتشات المنتخب اللي الدوري او الكاس بطريقه وكانه مقصود يعني طبعا هو ده مش مقصود بس كانه المسؤولين عن الكره المصريه قاصدين ما تتابعوش المنتخب يعني يشتغلوا في هدوء ما توجعوش دماغنا احنا عايزين نشتغل في هدوء يعني لكن اعتقد ان هذا المنتخب بيضم طبعا مجموعه لعيبه اعتقد هم دول الاقرب ل المنتخب الأول. الاول ونجاحهم في المهمه دي المهمتين اللي هي التاهل الاولمبياد وبطوله افريقيا هو ده اللي هيخليهم ياخدوا خطوه فيها ثقه غير ان هو يخسر يعني لو خسر وخرج واتبهدل يعني وحصل له حاجات كده كانت هتاثر على مسيرتهم يعني. طيب استاذ شرقاوي قبل البطوله كنت متوقع ان المنتخب هيتأهل للمباراة النهائية وهيتأهل للأولمبياد ولا كنت من الشوية اللي قال عليهم أستاذ جمال فاقد الأمل وفاقد كل شيء قبل البطولة لأن أدائهم كان قبل البطولة محدش يخليهم يتوقع ان هم ممكن يحققوا حاجة. هو قبل البطولة المنتخب ما لعبش مباراة ودية قوية تقدر ان انت تحكم على او تقدر تقول ده احنا يعني فرقه كويسه او فرقه وحشه في مؤشر مثلا بالظبط فكان لازم تستنى البطوله بس احنا كان معانا منتخبات قويه فعلا وحاجه تحسب لمنتخب الاولمبي ان هو يوصل للمباراه النهائيه في ظل وجود منتخب قوي جدا زي منتخب مالي احنا كسبناه 1-0 في المجموعه معانا لما لعبنا قصاده ولعبنا جيم قوي جدا قدام منتخب قوي زي منتخب مالي. المغرب في الدور قبل النهائي كسبت مالي بالعافيه بضربات بركلات الترجيح فده يبين لك قد ايه منتخب مالي اللي انت تخطيته ده منتخب قوي. منتخب غينيا اللي انت لعبته في الدور قبل النهائي عمل مفاجآت في التصفيات يعني في منتخبات عريقه يا استاذ جمال زي منتخب نيجيريا منتخب كوت ديفوار منتخب الجزائر منتخبات كبيره خرجت من التصفيات المؤهله للنهائيات فانا كنت متوقع ان هيبقى في صعوبه بالنسبه للمنتخب مصر في البطوله خاصه بعد ماتش النيجر. لا ماتش النيجر ما كانش مقياس لان انت قبلك في ماتش النيجر سوء حظ غير يعني ما يتكررش الكوره كلها كنت بتنشن في القائم العرضي يعني بالذات ابراهيم عادل واسامه فيصل يعني تقريبا انت كنت متعاقد مع القائم العرضي بتوع النيجر وهو ماتش سهل يعني الماتش لو اتكرر مليون مره مستحيل من وجهه نظر ان هو يخلص تعادل بين منتخب مصر ومنتخب النيجر لازم مصر تكسب النيجر بدليل ان انت الماتش اللي بعديه اللي كان فيه ضغوط نفسيه عليك اللي هو ماتش مالي انت كسبته يعني الـ ده دليل ان في تجهيز نفسي للعيبه بشكل كويس في مدير فني كويس اللي هو ميكالي بيعرف يدير الماتشات ويطلع منها بالشكل اللي انت عايزه. انت لعبت 4 مباريات 3 في المجموعه واحده في الدور قبل النهائي وخرجت كلين شيت بطولة أعلنت عن عدد من النجوم الجدد لمستقبل الكرة المصرية يعني حمزة علاء في حراسة المرمى في منهم 4 تم اختيارهم في التشكيل المثالي بس يعني ينبقى في حارس مرمى عندك حمزة علاء وعندك حسام عبد المجيد وعندك أسامة فيصل راس حربة مميز جدا إبراهيم عادل ده طبعا أعتقد أنه هو نجم البطولة رقم 1 يعني إبراهيم عادل بالأداء اللي هو قدمه مع المنتخب مصري في 4 مباريات نتمنى ان هو يستمر في المباراة النهائية وابراهيم عادل بيقدم اوراق اعتماده للاندية الاوروبية ان هو عندنا نجم كبير ممكن يبقى يعني ايه في ريحة محمد صلاح. تمام على ذكر محمد صلاح واحنا يمكن
يعني هرجع برضو للمنتخب الأولمبي، لكن على ذكر محمد صلاح، هل ممكن بصرف النظر عن تعارض المباريات بتاعت الأولمبيات مع استعدادات ليفربول للدوري الإنجليزي، هل ممكن يكون متواجد وهيفيد؟ هو طبعا هيفيد المنتخب، لكن أحيانا بيبقى في بعض المدربين يقولك النجوم الكبار قوي دول ممكن يعني يبقى في يتم الاستفادة بحد تاني، ولا وجود محمد صلاح ده مهم جدا في أولمبياد باريس؟ هو بالتأكيد وجوده من الناحية المبدئية كده مفيد، ده محمد صلاح، لكن أنا فاكر أن في الأولمبياد السابق وسيرت هذه النقطة في وقت مبكر يعني كان لسه منتخب الأولمبي واخد البطولة وبيحتفل وهكذا، والناس كلها بتتكلم على إيه؟ على محمد صلاح، على محمد صلاح زي المرة ودلوقتي برضه لا، فأنا بعتقد في ناس برضه بتتكلم على محمد صلاح لا أنا بعتقد إن ده سابق أوانه، بمعنى إن هو المدير الفني ميكالي أكيد 100% هيبقى عنده يعني إمكانية إن هو يستعين بمحمد صلاح أو غيره من اللاعبين الكبار في البطولة في دورة الألعاب. يعني لو على يعني لو أخذنا دورة طوكيو كوماكياس ليفربول رفض المرفق لا صلاح مش أنا بتكلم على جزئية إن هو إيه يعني هل يستعين به ولا لا؟ أكيد هيبقى فيه طبعا مفاوضات وكلام وحسب ظروف. لا أنا بتكلم سؤالي فنيا من خلال متابعتكم للمنتخب دلوقتي. أيوه هل محمد هو طبعا محمد صلاح اضافه لاي حد، لكن انا بتكلم على احيانا يبقى في زي مصطفى فتحي في المنتخب الاول لاعب مهم ولاعب مميز، هو ده اللي انا بكلمك فيه برضه بالظبط، اللي هي جزئيه ايه ان الولاد دول هم اللي حققوا الوصول الى الاولمبياد، ف 100% مشاركه صلاح او غيره هتيجي على حساب حد من اللاعبين دول. فممكن ده يخل بحتة الجماعية بتاعت اللعيبة لا، وإن كان بقولك شرف ليهم هم كمان كلعيبة إن هم يبقى معهم محمد صلاح، بس أنا دايما بحب إيه أسيبها للمدير الفني هو صاحب القرار. لو جمال زهيري هو المدير الفني للمنتخب الأولمبي، لا أنا هاخد محمد صلاح وهتاخد تلت لعيبة اختار لي الثلاث لعيبه والاستاذ شرقاوي برضو. خلي الاستاذ شرقاوي بقى عشان ايه لا يعني انت حضرتك هنبدا بيك وبعدين نروح للشرقاوي. يعني نقول محمد صلاح ممكن في خط النص مثلا ممكن يحتاج طارق حامد كلاعب في مركزه، يعني ممكن في خط الظهر مين؟ هو طبعا خط الظهر الحالي بيقوده حسام عبد المجيد وهو لعيب جامد، بس ممكن يكون مثلا الونش موجود، ممكن حد من عبد المنعم محمد عبد المنعم يعني ممكن حد من دول يعني الاقرب لانه ممكن يتم الاستعانه بيهم. شراوي هو انا رافض التدعيم في حراسه المرمى لان هيبقى ظلم هيبقى ظلم الحارس طبعا. هيقعد على الدك زي ما محمد صبحي زي ما محمد صبحي اتظلم في دوره طوكيو. صحيح تمام. يعني مش معقول لعيب كافح معاك فتره لغايه ما تاهلت بالزبط. ويجي حارس على الجاهز طبعا، وبعدين مفيش فروقات كبيره خصوصا هو اداؤه متميز جدا فانا شايف ان لو يعني من وجهه نظر المتواضعه التي لا قيمه لها، هو محمد عبد المنعم فعلا خط الدفاع محتاجه بجانب حسام عبد المجيد وطارق حامد زي ما الاستاذ جمال طارق حامد يعني مش حمدي فتحي، لا انت محتاج لعيب يعرف يبقى يعني ايه يعمل لك الدنيا يعني. اللي هو الدور اللي بيقوم بيه يعمل لك طارق حامد محمد صلاح يعني. مش هيجي طبعا يعني فريقه مش هيرفض كالعاده ان هو طيب في حاله لو محمد صلاح طب لو ينفع يجي محمد صلاح ده حاجز اكيد مكان. طبعا ومحمد عبد المنعم وطارق حامد ماشي. لو بقى محمد صلاح مش يعني حصلت نفس الازمه بتاعت ليفربول، يبقى انا شايف انه ممكن فتوح لان فتوح دلوقتي بيلعب في مركزين يعني تقدر تلعبه زي ما اساري وبيلعبه في وسط الملعب ويقدر يلعب باك شمال فهو بورقتين تقول لك درس ده او علي معلول لا ممكن يكون حسين الشحات
حسين الشحات. اه يعني حسين متألق برضو في الفترة الأخيرة وكمهاجم وك طيب هل مركز 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 راس الحربة مش في حاجة إلى دعم راس الحربة الصريح اللي هو مصطفى محمد تحديدا أو يعني زي مصطفى محمد اللي هو راس الحربة الصريح راس الحربة الصريح هل المنتخب الأولمبي محتاج ده ولا مش محتاج راس حربة صريح شرقاوي؟ لا بعد أداء أسامة فيصل أنا شايف إن مفيش يعني إيه طبعا مصطفى محمد هو المهاجم رقم واحد في مصر مفيش عليه خلاف ولكن أسامة فيصل بيأدي بشكل مميز فلو أنت بتفاضل بين أماكن أعتقد إن راس الحربة ما أنتش إيه في حاجة مس قوي مفيش حاجة ملحة إن أنت تدعم في رغم إن إحنا جايبين 20 هدف في 17 مباراة ده بالنسبة لك ما هي مش مؤشر ورغم ان انت ممكن تكون بتضيع خد بالك انت لعبت فرق كبيرة ولعبت فرق يعني منتخب بلي ده منتخب خطير جدا منتخب غينيا فريق قوي يعني انت ما بتلعبش فرق سهلة باستثناء طبعا فريق النيجر هتقابل المغرب ده شيء يعني ارضه وسط جمهوره كان عروضه كويسة في ثلاث ماتشات خمسة بس غانا أداها سيء يعني غانا بس برضو يعني نتيجة يعني نتيجة كاسم يعني. اسم كبير إنما كأداء في البطولة ما كانش طبعا مقنع يعني النتائج الكبيرة دي مش مؤشر لمين لكل الفرق اللي بتلعب معك في البطولة ما انت برضو كمقياس هم تأهلوا على حساب مالي اللي انت كسبتها فده هل ده معناه ان انت افضل من المغرب او انت ضامن ان انت تكسب المغرب في المباراه النهائيه لا طيب مش هروح للجزئيه دي برضو جزئيه مهمه لكن استاذ جمال محتاجين راس حربه ولا لا محتاجين مصطفى محمد ولا لا والله يعني هو برضو راس الحربه الصريح لما بيكون بمستوى مصطفى محمد ممكن تحتاجه في وجود اسامه فيصل يعني ما فيش مشكله يعني انه لكن انا بفضل ان هو ما هو انت عندك في الثلاثي الهجومي اللي هو فيه ابراهيم عادل ومحمود صابر واحمد عاطف بالظبط يعني انت ممكن تبقى محتفظ بفيصل اسامه فيصل وتدعمه من ناحيه الاجنحه يعني اللي هم الغريبه بقى في اختياراتكم سواء حضرتك او استاذ شرقاوي ما اخترتوش زيزو هل من تفسير استاذ لا لا والله ابدا بس ممكن زيزو طبعا اصل هي الاختيارات احنا لو نطول نخليهم خمسة او 11 بس ايه يعني ممكن يكون زيزو برضو راح من بالنا يعني لكن لا لا هو الفكره انا شايف ان انت محتاج تقوي خط الدفاع بلعيب عنده خبرات بيجيد العاب الهوا محمد عبد المنعم بيجيد العاب الهوا ويقدر ان هو يبني هجمه زي حسام عبد المجيد بيجيد العاب الهوا وبيعرف يبني هجمه فيبقى بدل ما عندك واحد يبقى عندك اثنين فيقدر ان هو يقدر يبني هجمات متنوعه من اليمين او من الشمال خصوصا المستويات اللي هتقابلها في دوره باريس هتبقى مستويات قويه جدا ومميزه وكنت شايف ان لما قلت طارق حامد على اساس ان انت تقدر تبقى الفرقه صلبه طولها يعني كعمود فقري للمدافع واخترنا محمد صلاح لما اتكلمنا او اتكلمت كفتوح اللي هو بستخدمه زي ما قلت لك كانت وجهه نظر ان انت لما يلعب في مركز 8 زي ما بيلعب في نادي الزمالك او انت تقدر تحطه كباك شمال لان انت دوره مجمعه معرض ان انت حاتم سكر مثلا اصابات او انذارات او كده فلما يبقى عندك لعيب بيجيد اللعب في اكثر من مركز انا دايما بفضل اللعيب اللي بالشكل فزيزو انما ده مش تقليل من احمد سازي على مستوى التألق انا بعتقد كمان ان حسين الشحات يعني هو وزيزو يعني مستواهم يمكن حسين يعني كمان يبقى مؤثر اكتر في بطولة افريقيا والدوري والكلام ده كله فممكن يكون مفيد اكتر يعني افضلية كمان شوية لا لو احنا لكن لا ده لا لو احنا انا وجد معلش لا لا يعني احنا لو بنفضل في اليمين بين زيزو وبين الشحات في اليمين ناحية اليمين لا زيزو طبعا مع احترامي طبعا لحسين الشحات عامل موسم مميز مع نادي الاهلي ولكن زيزو عنده ما زيزو كارقام لا لعيبتي ما انا بقول لك بيجيد بس بقى زيزو عنده الناحيه الدفاعيه افضل من يعني بيعرف يرتد ده حسين الشحات كارقام يعني بس من منطلق كدفاع الراجل ده لسه مجدد ما انا بقول لك ماشي لا لا وكمان في حاجه مش مشكله انما زيزو انا قصدي ان هو اللياقه يعني بدنيا
بيقدر يطلع يعمل الهجمات ويقدر ان هو يدافع عكس حسين الشحات مثلا، هو كجناح في الناحيه اللي هو اللي يرتد بسرعه. مع حسين الشحات كان بيلعب باك رايت. ايوه يعني. لا حسين الشحات كمان مع الاهلي في بطوله افريقيا كان له ادوار دفاعيه بتفاجئ ان هو موجود يعني بيرتد بسرعه جدا. طيب يعني بيقدر. وغير كده حسين الشحات اساسا بيلعب يمين وتالق في الناحيه الشمال، فمن باب برضو ان انت ممكن محتاج لعيب تقدر توظفه هنا او هنا، فمن ممكن يكون حسين الشحات. طيب لاعب اخر برضو ما تمش ذكره، ماشي انا عارف انت مش يعني مش شايفه دلوقتي ليه، انا عارف السبب مين. طب مين ماشي لكن ممكن استاذ جمال يعني يتصل بيه يعني. قولي قولي. امام عاشور. لا عادي لا هاشر ايه اي ليه مش شايفه ليه؟ لا يعني جاز عشان لا يعني ما بيلعبش الفتره يعني. اللي فاتت ممكن هو ما بيلعبش، بس انا زي ما قلت لك هو امام عاشور بيلعب في مركز ايه اولا الناحيه اللي هو بيلعب فيها بيجيد اللعب في اكتر من مركز اللي هو رقم 8 يعني بيلعب في الوسط على فكرة المهاجم احنا ممكن نعد اللي هو اللي بتسموه دلوقتي 8 بالمناسبه بيلعب، فممكن لو احتجته وسط مدافع شغال 8 بيلعب باك رايت على فكره احنا ممكن نعد مع بعض ممكن نعد مع بعض 10 او 20 لعيب مميز جدا. لا هو اسلام يقصد بيسالك على امام لا تحديد. لو المدير الفني شايف ان امام عاشور هيفيد الفريق هيضم امام عاشور مفيش فيها مشكله، بس انا بقول لك هي القصه في ايه، هو الاقدر على الاختيار زي ما الاستاذ جمال قال هو المدير الفني للفريق وبعدين حاليا احنا برضو بنستبق الاحداث لان المستويات متغيره تمام مظبوط يعني مثلا انا بتكلم على دلوقتي بتكلم على مستوى لعيب دلوقتي بعد انت لسه في 24 ماشي بس يعني وعلى وتكمله لكلامك هو دلوقتي امام عاشور ما دلوقتي ما بيلعبش هو مصاب وبعيد عن فما اقدرش ارشحه غير لما يروح بقى يلعب هيلعب ولا مش هيلعب لما يلعب نبقى نتكلم عليه صح. انما هو حاليا في نادي ميتيلاند وموقوف مش موقوف هو مصاب يعني نشاطه موقوف يعني هو قايل انه مصاب بص استاذ جمال قال لك بغض النظر هو حاليا ما بيلعبش فهتحكم عليه ازاي مستوى لو انت بتتكلم على الوقت لا انا بتكلم على قيمه اللاعب وحاجه طب ما انت نفس ولا خلاف عليه نفس القصه ما عندك مروان عطيه لعيب مميز جدا يقدر برضو ان انت تضمه للمنتخب في لعيبه كتير جدا بس يعني لا في لعيبه اصل انت اختياراتك انت بتتكلم في ثلاث لعيبه هتختار مين ولا مين في النهايه ممكن اقول لك على حاجه ممكن المدرب ما يختارش ولا حد ويكرم اللعيبه اللي هم اللي تاهلوا معاه الاولمبيات ويقول لك مش عايز حد انا هطلع باللعيبه بتاعتي طيب مباراه المغرب وعايز الحق يعني انا مع اتجاه ان اللعيبه دول هم اللي يلعبوا يعني حتى لو خدت معاهم لعيبه كبار يبقى دورهم أكتر. دورهم دعم دعم وفي حاله الاحتياج ليهم ان شاء الله جزء من الوقت مش لازم يلعب مش اللي هو اللعب الاساسي انما لازم يتخلق برضو عند اللعيبه دول حافظ. شخصيه البطل يعني ان هو عندك ثقه فيه كامله فيلعب لانه زي ما قال الاستاذ محمد انت بتاخدها كمان كانها مكافئته يعني هو الراجل اشتغل وتعب معاك وكده يعني طيب انا عندي حاجتين في المنتخب الاولمبي الاول مباراه المغرب يعني شايفين ان هي هتبقى صعبه لكونك انت بتلاعب صاحب الارض والجمهور ولا الاداء اللي ظهر بيه المنتخب الاولمبي والكلين شيت وحمزه علاء ممكن يعني يخليك مطمن شويه في مواجهه المغرب بص انا عندي نقطه فيها شويه تفاؤل جمهور المغرب يختلف كتير عن جماهير كتيره يعني في دول اخرى جمهور المغرب مش عدواني خالص جمهور المغرب لما بتلعب قدامه كويس بيحترمك وممكن يتعاطف معاك يعني مش هيهاجمك يعني فانا بشوف انه اولا لاعبتنا عندهم خبرات دلوقتي في منهم لعيبه لعبت كتير في افريقيا وعندهم الخبره دي ثانيا الحافز اللي اتخلق عندهم دلوقتي بعد ما تاهلوا الى الاولمبياد اعتقد هيساعدهم كتير في المباراه النهائيه
وانت بتلعب مع كل الاحترام لمنتخب المغرب، ما هو لغايه امبارح هم المباراه الوقت الاصلي انتهى بالتعادل. يعني ما كسبوش باكتساح. يعني تقدر تجاريهم وتقدر تلعب معاهم وتقدر تحقق الفوز ان شاء الله بنفس الطريقه. شرق قوي. لا هو المنتخب طمعنا، يعني الاداء بتاعه والنتائج وان احنا نوصل للمباراه النهائيه طمعنا وكتر، يعني خلى طموحاتنا احنا كنقد رياضي او جمهور ان احنا عندنا شغف ان احنا نشوف المنتخب على منصه التتويج ببطوله امم افريقيا تحت 23 سنه، لان فعلا احنا مش اقل من المغرب. المغرب كانت مستواها تحس ان انت يخض في ماتشاتهم في الدور الاول، وكسبوا غانا 5 ومش عارف ايه والكلام دوت، بس الاداء في مباراه الدور قبل النهائي قدام مالي اللي انت كسبتها هم تعدوا، يعني ايه كسبوهم هم بضربات الترجيح، يخليك تقول لا القصة 50-50 بغض النظر عن حكاية الجمهور والأرض اللي بيلعبوا لصاحبهم. وبرضه انت عندك لعبتك في لعيبة عندها الخبرات اللي هي تقدر تلعب تحت ضغط، لأن بيلعبوا في أنديتهم هنا، في يعني لعيبة بتلعب مع أنديتها هنا، فعندهم حتة التعود على الضغوط النفسية والعصبية. فإن شاء الله نقدر إن احنا نحقق حاجة إن شاء الله. أستاذ جمال، حمزة علاء وتألقه مع المنتخب الأولمبي ده هيخليه يكون موجود وهياخد فرصة في الموسم اللي جاي في النادي الأهلي في ظل وجود محمد شناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ولا لا؟ ولا الأفضل إن هو يخرج ويتم مثلا إعارته، أو ممكن ينتقل يكون في عنده فرصة إن يشارك مع فريق بشكل أساسي؟ أولا هو اللاعب في المنتخب الأولمبي سنه ما بقاش صغير، يعني مش صغير، يعني 24 سنه، يعني 23 24 يعني مش لسه يعني شبل، يعني يعني المفروض ان هو يكون بيلعب فريق اول. وبالتالي هي المساله مساله الحارس بالذات، هي مشكله مركز حارس المرمى انه غالبا بتلاقي واحد هو اللي بيلعب واللي موجودين جاهزين، وتحديدا يعني في حاله النادي الاهلي. لا يعني مصطفى شوبير لما لعب رغم وجود الشناوي وعلي لطفي والاصابه بتاعتهم لعب وادى واجاد وكل شيء. هي الفكره ان هو يكون بيشتغل على نفسه، بمعنى ان هو جاهز بيلعب وممكن جدا ياخد فرص في ماتشات، يعني تالقه مع المنتخب الاولمبي اكيد هيغير وضعيته جوه النادي الاهلي بشكل او باخر، يعني مر باختبارات تخلي انه ممكن الاعتماد عليه. وبعدين كان في كلام عن انه علي لطفي احتمال يسيب، فبالتالي هتبقى المساله منحصره ما بين الثلاثه الشناوي وشوبير وحمزه. في النهايه هو حتى لو النادي الاهلي شايف ان مصلحه حمزه ان هو يعار، سهل جدا يعار ويرجع سنه او اتنين ويرجع تاني، يعني اقصد ايه هو ابن من ابناء النادي الاهلي، وبالتالي اكيد هيبقوا في النادي الاهلي حريصين على انه يبقى في مستواه يحتفظ بالمستوى. شرقاوي، هو ممكن النادي الاهلي يوافق على، او ممكن حد يعوض محمد الشناوي حاليا؟ لا حاليا مفيش، يعني الحراس اللي هم على الساحة صعب، يعني باستثناء طبعا محمد صبحي في نادي الزمالك، انا مش شايف حراس مميزين قوي بدرجة محمد الشناوي. هو بالمناسبة يعني تأكيد لكلامك ان فيتوريا هو مصنف كده، يعني محمد الشناوي ومحمد صبحي ده الحارس التاني. بص يا اسلام، هو في حاجتين بس عايز اكلم فيهم. بالنسبه لحمزه علاء، لو النادي الاهلي عايز يكسب حارس مرمى مميز ويبقى له مستقبل في مركز حراسه المرمى، لازم يعير حمزه علاء بدايه من الموسم الجاي، يعيره النادي يلعب فيه اساسي في الدوري بالظبط، لانه لما زي ما حصل في تجربه محمد صبحي، زي ما استاذ جمال قال حارس المرمى مش هو واحد اللي بيلعب، فطول ما الشناوي موجود حمزه علاء هيبقى هيصدع الدكه،
فالصح ان انت بتشوفه في ماتشات الدوري يلعب في فريق يعني توديه في فرقه تبقى عارف ان هو غالبا زي ما صبح راح فرقه بالظبط فشال الفرقه طول الموسم رجع بقى اساس خلاص تقدر ان انت تعتمد عليه وانت عندك ثقه كجهاز فني وكجمهور في هذا الحارس ان هو يقدر ان هو يلعب للنادي الاهلي غير كده هتفضل الثقه مفقوده نفس الفكره الحلقه المفقوده بالنسبه لمصطفى شوبير بيلعب ماتش واثنين وثلاثه الحاجات اللي هي ممكن يلعب اضطراري زي نهائي افريقيا ولكن لما تيجي اللي هي ماتشات انا بقول لك حسب الظروف لازم الشناوي يبقى مصاب او موقوف او كده وعلي لطفي يبقى مصاب عشان شوبير ياخد ياخد فرصته ولكن شوبير لو عايز يبقى هو الحارس رقم واحد في النادي الاهلي لازم ان هو يروح اعاره بره عشان يقدم اوراق اعتماده والناس تشوفه وتقتنع بيه ان هو لن اعيش في جلباب ابي ان حتى برضو رغم تالق مصطفى شوبير في الماتشات القليله اللي لعبها ولكن لسه في البعض يقول لك ايه عشان خاطر والده ليه بيلعب احسن من شوبير ما انا بقول لك لسه بص عشان تنهي بقى الجدل ده لا والله لا يعني كان في ناس فعلا عشان تنهي الجدل هو ده هو بداياته افضل من بدايات ابوه ايوه كابتن شوبير تعب جدا ولعب شوبير لعب ثابت البطل وكرامي كرامي وسابق لكن لا وكان موجود احمد ناجي كابتن احمد ناجي ماشي بس كان هو الرابع الحارس الرابع وهو ايامها انا بفتكر ايام زمان انت كنت حضرتك بتغطي ايوه انا لما تشوف الموقف تقول ده مش هيشمها لدرجه انه تسمى ايوب الكره المصريه كان اللقب الصحفي يعني وهو كان حارس مرمى مميز فعلا مع النادي الاهلي ومع ومع ذلك الجزئيه الثانيه قصه انت تعليق بس على قصه ان فيتوريا شايف ان الشناوي ومحمد صبحي انا معترض على الاعمار السنيه اللي فيتوريا بياخدها دلوقتي بالنسبه لمنتخب مصر الاول يعني من وجهه نظري ان انت جاي هدفك كاس العالم 2026 يعني بعد 3 سنين فالمفروض ان اللاعب باستثناء محمد صلاح يعني هو باستثناء محمد صلاح باستثناء محمد صلاح باستثناء محمد صلاح ده خارج الكلام اللي انا هقوله لان محمد صلاح ده اسطوره وبعيد عن اي حاجه ادي المنتخب هات محمد صلاح على جنب يعني ده لا ينطبق الكلام اللي هقوله ده لا ينطبق على محمد خلاص صلاح هو المفروض ان اللاعب اللي عدى 28 سنه ما يتمش ضمه للمنتخب مهما كان مستواه ما عدا محمد صلاح تاني ما عدا محمد صلاح سواء حارس مرمى لا لا بس انت دلوقتي بعد 3 سنين احنا كل جمله نقول ما عدا محمد لا يعني انت دلوقتي عشان ايه اللي ما يسمعش عشان ما حدش يقتطع انت بعد 3 سنين ما عدا محمد صلاح هيبقى احمد محمد الشناوي يبقى عنده 38 سنه هل هيقدر اللي هو بالسن ده يقدر ان هو يمثل منتخب مصر في كاس العالم بعد ما تقوليش عصام الحضري لا. لان عصام الحضري ده يعني كان في حراسة المرمى على مستوى العالم كمان يا شرقاوي اسلام انت علي جبر بتجيبه عدى 30 سنه يعني وانت بيكمل 43 سنه مش الشناوي عاوز يضرب مش رقم عصام الحضري ده مش مقياس علي جبر علي جبر انت بتاخده علي جبر انت واخده وعنده يعني معدي 30 تقريبا طب ما هو ده اللي خلى فيتوريا يسافر المغرب علشان يتابع اكتر في البطوله المفروض من دلوقتي تقلل الراجل شغال يعمل لك لا لا هو كلام انا بتكلم في ايه انا بتكلم ان انت محمود حماده ده مثلا او اسمه ايه محمود حماده عنده كام سنه 29 سنه ده بعد 3 سنين هيبقى عنده 32 33 سنه الراجل سافر المغرب يا فندم انا قصدي ليه انا قصدي في حاجه انت من دلوقتي المفروض يبقى القوام الاساسي للمنتخب ناس شباب صغيرين مش شباب اللي هم 19 سنه و18 سنه لا اللي هم 24 انا بتكلم ال 24 23 اللي هو راجل سافر غير المنتخب الاولمبي راجل في المغرب يا اسلام طب نعمل لك ايه طيب غير المنتخب الاولمبي انا بتكلم في حاجه ثانيه انا بتكلم ان انت عندك انا ممكن اعد لك 10 11 لعيب منتخب الشباب خرج طب حلو قوي اختار لي 5 6 من المنتخب الاولمبي يعني طارق حامد اللي احنا اخترناه في الاولمبياد ده عنده كام سنه طارق حامد جميل وما فيش فيه خلاف لا المفروض ما ينضمش للمنتخب ونشوف لعيب في مكانه مثلا انت اخترته المنتخب الاولمبي عشان هنلعب بعد بكره ده منتخب ده هنلعب بعد بكره انا بتكلم 2026 انت بتتكلم على كاس العالم 2026 طب تاني فالمفروض الراجل في المغرب خلاص انا هسكت يعني نعمل ايه طب ما عدا محمد صلاح ما عدا محمد صلاح ماشي ده مبدئيا طب الراجل في المغرب عايز كمان نعمل له ايه طيب اقول لك حاجه اتفضل مبدئيا ومنطقيا هو ليه في المغرب فيتوريا لانه طبيعي جدا انه الرافض الاساسي اللي هياخد منه هو المنتخب الاولمبي فلازم يتابعه عن قرب
ولو تفتكر ايام فتره استعداد المنتخب الاولمبي فيتوريا اتفق مع ميكالي اعمل اللي انت عايزه خد اللعيبه واشتغل وحدد ماتشاتك. يعني اقصد انه يعتبر المنتخب الاولمبي جزء اساسي من الفكره او التركيبه اللي هي المستقبليه اللي هي بتاعت انت هتلعب كاس عالم 2026 اللعيبه اللي موجوده اغلبها يبقوا معديين مع عدم محمد صلاح. لا عدم محمد صلاح تقول ورانا ورا يعني ما جابش ما جابش محمد الشناوي مثلا هو معدي 30 حارس مرمى اجيب صبحي. لا ما هو صبحي خلاص موجود في المنتخب ماشي. هات حمزه علاء يا سيدي يعني يبقى موجود في وياخد ماتشات اكسبهم خبرات الناس دي. هو ده حمزه عنده 22 سنه دلوقتي بعد 3 سنين يبقى عنده 25 سنه. ده عز حارس المرمى وعز اللعيب. انت عشان ابو جبل ما جابش ابو جبل عنده 33 سنه طبعا لعيبه كبار ولعيبه مميزه جدا حاليا في الـ ولكن انا بتكلم على الاعمار. احمد حجازي لولا الاصابه بتاعته كان هيبقى موجود في المنتخب. فيتوريا عمل كده على فكره في اخر تجمع للمنتخب الاول في حراس او في لعيبه بس بيبقى في التدريبه وبعد كده الماتشات يا استاذ جمال هم بيروحوا مثلا المعسكر فتره انما الماتشات بقى الرسميه والماتشات الوديه لازم اللعيبه دي هي اللي تخش خلي بالك وتبقى هي الرافد اللي موجود بجانب لعيبه المنتخب الاولمبي. بيبقى في نوعيه لعيبه في مباريات مثلا في نهائيات امم افريقيا تبقى انت مضطر زي تريزيجيه مثلا لعيب مهم جدا ولعيب مؤثر جدا طب. فانت النهارده ما يعني هات لي بديل لتريزيجيه. ابراهيم عادل ازاي تريزيجيه ازاي تريزيجيه ازاي ده لا الراجل مكسر الدنيا في المغرب اللي هو المحترف ومش راح الفيتوريا راح المحترف في المانيا مرموش وعمر مرموش موجود ده صغير موجود يكمل. انا مش ضد بص انا مش هي الفكره مش حكايه ان انت ان انا ضد لعيب او مش ضد لعيب انا بتكلم على ما عدا محمد صلاح لو عنده 40 سنه وبيلعب يكمل مع المنتخب مفيش فيها خلاف ولكن انا بقول ايه ان انت هدفك 2026 فالمفروض يبقى اللعيبه اللي موجوده اغلب المتوسط الاعمار بتاعه المنتخب وقتها 26 27 سنه متوسط الاعمار. الراجل في المغرب مع الفرقه كلها مش هيتاخد اصلا ماشي هو ياخد الفرقه المنتخب الاولمبي ما الراجل سافر ما في لعيبه موجوده في الدوري المصري ردك عليه لازم يبقى مع عدم محمد صلاح يعني محمد يعني صلاح يعني يعني فيتوريا سافر المغرب عشان يشوف دول اللي هم القوام الرئيسي اللي ممكن يختار بينهم خمس ست لعيبه. طبيعي انه عينه لازم تبقى على المنتخب شيء طبيعي الاقل مباشره بس احنا بقى المفروض اذا لقى واحد بقى متفوق جدا المفروض يتاخد منهم اللي هو عدد كبير من من اللعيبه ويبقى هم على الاقل نص القوام مع اللعيبه اللي هم الصغيره مع عدم محمد صلاح ونكمل بيهم بطوله امم افريقيا. بص هقول لك حاجه مع عدم محمد صلاح مع عدم محمد صلاح في اللعيبه اللي في منتخب الناشئين والشباب انا بعتقد ان هم اتظلموا يعني فيهم لعيبه كان ممكن لا تستفيد في عمر سيد معوض لا ده منتخب ناشئين ده لسه صغير يعني لسه صغير بس 18 سنه استمرار اي منتخب في عالم البطولات ما انت لما تيجي تعمل منتخب اولمبي بعد كده هتجيب منين مش هتجيب من منتخب الشباب لو منتخب الشباب ده كان اشترك وكمل وظل في المنافسه مش كان افضل صحيح طيب. دلوقتي مين اللي هيكسب في صراع الصفقات الاهلي ولا الزمالك؟ ما انت كنت ماشي بعد الفاصل بعد الفاصل مع الاستاذ جمال زهيري والاستاذ محمد شراوي. بيواجه امام عاشور لاعب فريق الزمالك السابق ونادي ميتلاند الدنماركي الحالي أزمة بسبب تحديد مصيره مع فريقه في الفترة المقبلة وقبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم الجديد. وانقطع إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي عن تدريبات فريقه منذ أكثر من شهر بعد الإصابة اللي لحقت بيه وعاد لمصر ليخضع للعلاج وتنفيذ برنامج تأهيل للشفاء من الإصابة. وأثار إمام عاشور الجدل حول موقفه ومصير اللاعب مع ميتلاند الدنماركي في ظل الجدل بشأن العودة لمصر من عدمه في ظل إغراءات من أندية الأهلي وبيراميدز. وتألق إمام عاشور مع الفريق الدنماركي في البداية ولكن الإصابة هي اللي تسببت في ابتعاده عن المباريات الأخيرة ليكثر الحديث عن عودته لمصر من جديد سواء كان عن طريق النادي الأهلي أو بيراميدز
أو ناديه السابق الزمالك، وإن كان خيار ضعيف ارتداء الفانيلا البيضاء مرة أخرى بعد الرحيل في صفقة وصلت لـ3 مليون دولار مقابل بيعه لنادي ميتلاند الدنماركي. وأصبح من الصعب استمرار اللاعب مع فريقه الدنماركي من أجل الحصول على فرصة جديدة، ولكن نادي لن يمانع في بيعه في حال وصول عرض مالي مناسب في ظل اهتمام بعض الأندية المصرية بالتعاقد مع اللاعب خلال الفترات القادمة. لسه مكملين مع النجمين الأستاذ جمال زهيري والأستاذ محمد الشرقاوي في صراع الصفقات، سواء جمهور الأهلي أو جمهور الزمالك بينتظر طبعا الانتصار الدائم. جمهور الأهلي وجمهور الزمالك مش بس بيبحث عن كسب البطولات أو حصد البطولات، ولكن في المقام الأول بيكون جلب الصفقات، ده بيكون مؤشر للجمهورين ولإدارة الناديين وللفريقين في استمراريته وموقفه خلال الموسم الجديد. الصفقات مشتعلة ما بين، والصراع مشتعل ما بين الأهلي والزمالك، من يكسب المعركة، معركة الصفقات يا أستاذ جمال؟ والله بصوا، أهم من الصفقات جلب الصفقات، يعني أنت محتاج إيه بتدعم بيه فرقتك. طيب نمشيها واحدة واحدة. مش مهم إن أنا أغير، يعني أنا أهم حاجة عندي أنا واحد كمتابع يعني الحفاظ على تجانس الفريق. حلو اللعيبة اللي موجودين تريحهم طالما نجحوا معك. تمام. ثانيا عندك لعيبة أدت الواجب اللي عليها وجالها عقود بتساعدهم وبتوافق لهم عادي جدا وبتاخد فلوسهم اللي جاية من بيعهم وبتشتري بيها اللعيبة اللي ممكن تدعم بعض المراكز الناقصة عندك. يعني عايز أقول إنه موضوع التعاقد مع صفقات ده مفروض يبقى مدروس. طيب جداً. نقول الأهلي الأول محتاج إيه والزمالك محتاج ايه؟ مراكز. يعني وجهة نظر حضرتك، الاهلي محتاج كم لاعب او كم مركز خلال الموسم الجديد؟ شوف، الاهلي محتاج رقم واحد اللي هو المهاجم الصريح راس الحربة، يعني تمام، اللي هو قدر يتغلب على عدم وجوده وهو صاحب اقوى هجوم. يعني النادي الاهلي من غير هذا المهاجم الصريح اللي هو بيسعى إليه قدر يمشي المرحلة بشكل كويس، وطبعا كان ظهور أو عودة كهربا كان لها دور مهم في الموضوع ده، بالإضافة لتألق بيرسي تاو وحسين الشحات، دول ساعدوا كويس. بالإضافة لأنه محتاج حد ضروري في خط الظهر، يعني في القلب، في قلب الدفاع، يعني جنب عبد المنعم بالظبط. واذا لم، وده اتقال على فكره من النادي الاهلي، اذا ما حصلش ده هيقدر يمشي بالمجموعه اللي موجوده. تمام، بس هي الفكره يعني مش مهم. يبقى خلينا ادي راس حربه ومساك، وعايز واحد كمان شاي ولا بديل. لو قهوه يبقى مفيش بن ولا لا اللي انت عايزه. واحد بديل لحمدي فتحي رغم وجود برضو عدد من اللاعبين الأقوياء، لكن ممكن ديانج ممكن يمشي ممكن ولا لا لغاية دلوقتي مفيش حاجة. ماشي، يبقى مساك ورأس حربة، يعني اللعيب اللي في خط النص ده ممكن يبقى أي لعيب عنده أداء متميز وأداء قوي يفيد النادي الأهلي، سواء اللي في دماغك او غير اللي في دماغك. لا، ما انا لسه اللي في دماغي جاي لك، ده محتاج فقره لوحده. لكن هل في حد تاني مركز تاني يعني؟ ما لا ما اعتقد، يعني جناح ايمن، جناح ايسر، لا
ما فيش. انا انا بقول لك ماشي. انا واخد اللي هو العمود الفقري بتاع بتاع اي فريق الفريق. طيب الزمالك، الزمالك اولا لازم يبقى فيه غربله للاداء للناس اللي موجودين، يتشاف مين اللي ما اثرش ايجابيا في الاداء، يعني ما استفادش منه الفريق من مجموعه الصفقات اللي جت تمام. دي اول حاجه تمام. من وجهه نظري لازم الاستقرار على الموضوع ده. لجنه فنيه او مجموعه خبراء او اي حد في النادي يساهم او يشترك مع اوسوريو المدير الفني في تقييم المجموعه اللي موجوده، وبناء عليه الزمالك عنده اولا مجموعه لعيبه جامده جدا، ويمكن اوسوريو بدا في اعاده توظيفهم يعني اعاده تقييم قام بيها الراجل وبدا يغير شويه في المراكز ويوظف لعيبه، يعني ممكن يكون محتاج الى تدعيم في مثلا خط الوسط برضو العمود الفقري برضو محتاج مساك وراس حربة ولاعب وسط. الزمالك عنده اكتر من راس حربة يعني عنده الجزيري مستوى وناصر منسي واعتقد الاثنين كويسين يعني. طيب استاذ شرقاوي، الاهلي محتاج المراكز ايه من وجهه نظرك؟ هو كولر عايز راس حربه صندوق ماشي تمام، وانا شايف ان لازم يبقى في بديل لعلي معلول في مركز الباك الشمال، غير كده هو يعني دول المراكز اللي هي ملحه مثلا بالنسبه للنادي الاهلي، وزي ما استاذ جمال حلل بالنسبه لاداء فريق النادي الاهلي حتى لو انت ما جبتش راس الحربه يا تمشي يعني هو ماشي. قادر يعمل توليفه ماشي كويس هو قادر يعمل توليفه بس برضه يعني ماشي الموسم ده ممكن ما تمشيش بعد كده صح. خلي بالك مثلا اللي شالك الفتره اللي فاتت ممكن ما يبقاش موجود لا يعني أيوة بس طبعا. فعلا هو محتاج محتاج لعيب صندوق يكون لعيب هداف زي واضح وصريح وجبار لا لعيب داخل الصندوق داخل الصندوق عشان لعيب صندوق لا ما مفهومه مفهوم مفهوم غير كده لو يعني راس حربه من وجهه نظرك وبديل لعلي معلول غير كده هو بقى اي حاجه هتبقى يعني ايه يعني بتستدعي يعني هيجيب واحد خط وسط ماشي مفيش مشكله على اساس ان عندهم ماتشات كتيره في الدوري والكاس وبطوله افريقيا وبيشاركوا في حاجات كتيره فعايز اكثر من بديل، وعلى فكره الفرق الكبيره المفروض اللي بتلعب في اكثر من بطوله لازم يبقى عندها في المركز الواحد بدل اللعيب اثنين وثلاثه بنفس الكفاءه وبنفس القوه بحيث ان الاداء ما يختلش لو اللعيب ده غاب لاصابه او لانذارات. بالنسبه لخط الدفاع ممكن يبقى محتاج مساك ولكن برضو مش بالشكل اللي هو الايه اللي انت بتتكلم في الملح راس حربة وبديل عليه انما بالنسبة لمركز قلب الدفاع في محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمود متولي قايمين بالايه ورامي ربيع لا يعني رامي برضو ايه يعني مستوى الاصابات بص هو رامي لو مفيش اصابات ومكمل بشكل مستمر طبعا لعيب كبير ولكن للاسف التاريخ القصير بتاعه في السنين اللي فاتت يلعب له ماتشين ثلاثه وبعد كده بيغيب بسبب اصابه بس طيب. موجود بس هم جددوا عقد رامي فده معناه ان هو مقتنعين فنيا برامي هو كولر نفسه فمعنى كده ان هو مش محتاجين قوي لعيب مساك في لو لقوا طيب. ممكن هو رامي وياسر جددوا خلاص يبقى هو انا بقول لك معاهم في محمود متولي في رامي ربيع بس ده مؤشر يقول لك ان النادي الاهلي مش محتاج مساك ما هو الملحه بالنسبه للنادي الاهلي راس الحربه وممكن يبقى في لازم يبقى في بديل لعلي معلول وبديل لحمدي فتحي موجود لو اليو ديانج ما يعني حتى برضه يعني طيب خليني اروح للزمالك استاذ جمال قال لك ان لازم يبقى في غربله سواء للصفقات او للتقييم بقى اللي عامله اوسوريو طبعا سداسيه المقاولين العرب وقبل سداسيه المقاولين العرب هو الراجل من ساعه ما جه وهو عامل تغيير في الاداء الهجومي النادي الزمالك
ممكن بينعكس بالسلب على الأداء الدفاعي لو الزمالك قابل فريق كبير، لكن التقييم بشكل عام وماذا يحتاج الزمالك في الموسم المقبل. هو بالنسبة لأوسيريو بدأت الناس تقتنع بيه، مش في ماتش المقاولين بس، قبليها بماتش فاركو وماتش غزل المحلة بدأ في حلول هجومية بالنسبة للفريق، وبدأت اللعيبة تحفظ مراكزها الجديدة والطريقة الجديدة اللي بيلعب بيها. يمكن الناس قالت الزمالك كسب المقاولين عشان وحش، لا الزمالك كسب المقاولين لأن في أكثر من يعني قبل الهدف الأول اللي أحرزه الزمالك، الزمالك وصل لمرمى المقاولين في أول ربع ساعة حوالي أربع هجمات محققة على مرمى أبو السعود، ومن أماكن وطرق لعب مختلفة، فده دليل إن في شغل من الراجل موجود واللعيبة. لا هو الراجل بيشتغل، الراجل بيشتغل وفي فعلا تغير في الأداء الهجومي للزمالك. لكن في نفس الوقت يعني في مباراة فاركو على قد ما كان في فرص كتيرة جدا للزمالك، كان في اربع خمس فرص كمان للفرق. ما طبيعي انت ما بتلعبش فريق صغير، انت ما بتلعبش لعيب يعني ما بتلعبش فريق صغير، يعني انت هاجمت وطبيعي جدا ان انت بتهاجم، يبقى في برضو الفريق اللي قدامك بيعمل فرصه او اثنين او ثلاثه، مش لازم يكسب كل الفرق سته وسبعه، شيء طبيعي يعني جدا جدا جدا. ولكن طيب، الاداء مرضي بالنسبه لجمهور نادي الزمالك. قول لي المراكز اللي الزمالك يعني انا شايف ان الملح بالنسبه للزمالك وسط الملعب رقم سته ورقم ثمانيه. امام عاشور يعني مش لا مش شرط امام عاشور يعني. مش شرط على فكره، اقول لك على حاجه، احمد فتوح دلوقتي بيلعب يعني الراجل قدر ان هو لقى ضلته في بالنسبه لاحمد فتوح، ودي حاجه برضو تحسب للمدير الفني في وسط الملعب، بيعمل شغل هايل جدا بالنسبه لنقل الكره. ايوه ماشي، فتوح لعيب يعني مختلف يعني عامل اداء كويس. انا قصدي ان انت بتتكلم على رقم 6 ورقم 8 امام عاشور، مش لازم امام عاشور يعني، انا بتكلم في المواصفات. طب ما انت كان عندك ساسي قبل امام عاشور يعني انا امام عاشور وساسي. لا يا استاذ جمال انا قصدي في ايه، لا هو يعني احنا بنتكلم انت بتتكلم المركز بتاع امام عاشور، ما كان في ساسي قبل امام عاشور، بتكلم على اللاعب المميز يعني. كان ساسي موجود، ما تقول ساسي بس ساسي مش هيجي الزمالك. لا على اعتبار ان امام عاشور كان في الموسم اللي فات، ما هو فكره امام عاشور ديت اعتقد ان المستشار مرتضى منصور حسمها تماما على الملأ. انا بتكلم في اللاعب مش في مواصفات اللاعب، مش في اللاعب ده، ما اللاعب نفسه خلاص هي مش هيبقى موجود في الزمالك. موجود او مش موجود مش هتفرق مع نادي الزمالك، اكيد مش هيفرق. الزمالك اكبر من اي حد مهما كان، متفق. الزمالك والاهلي اكبر من اي ولكن من ولكن, أي ولكن اللي جاب اللي قدر يجيب مدرب كويس زي أوسيريو يقدر ان هو يجيب لعيبه مميزه برضو لتدعيم الفريق، يعني زي ما امير مرتضى منصور قدر ان هو يجيب أوسيريو يقدر برضو ان هو ومعاه ميدو يقدر ان هم يجيبوا لعيبه مميزه في وبرضو بموافقه المدير الفني للزمالك يقدروا برضو يجيبوا لعيبه مميزه في خط الوسط اللي هم عايزين في خط. استاذ جمال يمكن استعانه الزمالك الموسم دوت بميدو وهو يعني له ثقل كبير في مساعده امير وفي مساعده الزمالك، وطبعا سواء بقى موجوده ماليش علاقه بقى بالمسميات، لكن وجود ميدو هل ممكن يبقى ليه دور في الفتره اللي جايه في ان ممكن لو في صفقات الزمالك ما استفادش بينها الموسم ده يتلاشى الزمالك في الموسم هو بص هو طبعا وجود ميدو 100% مكسب للكوره في نادي الزمالك لا خلاف على كده، لان انت لما بيبقى عندك لعيب بهذا الحجم او واحد عنده الخبرات دي هتستفيد منه 100% في سواء في اللعيبه او لو عايز مدرب مدير قطاع الناشئين زي ما حاصل، واخد بالك يعني وجوده مفيد 100% وده مهم لجميع الانديه على فكره انها تستفيد من نجومها السابقين في انها يعني تسترشد برأيهم تاخد الرأي وأكيد بيساعد يعني 100% هي الميزة كمان يا إسلام بالنسبة لفكرة أن رئيس نادي الزمالك دايما بيناشد رموز الزمالك تعالوا ساعدوا تعالوا موجودين تعالوا دعموا فكون أن ميدو يستجيب للمسألة ديت ويجي فعلا يدعم ويجي يساند ويقف مع إدارة نادي الزمالك دي حاجة تحسب لأحمد حسام ميدو على موقفه الكبير في عكس نجوم تانية
شايله ايديها وتحاول ان هي شخصيه ميدو طول عمرها عقليه اوروبيه طبعا مفيش كلام. ما عندوش بقى هو متخانق معاك النهارده ولا متخانق معاك امبارح ولا القصة اللي بتحصل على السوشيال. هو بيبص هو لما راح الاسماعيلي هدفه رايح وعنده وكان عنده معين وتجربه معينه يعني هو بيكون عنده هدف لان انا يعني وانت حضرتك اكيد السوشيال قوي مع شيم ميدو من وهو لاعب عنده نظره مستقبليه هو اكبر من سنه بالظبط حتى وهو كان بيلعب صغير لسه لكن دماغه بالزبط. اكبر من سنه سابقه يعني اخر سؤال ليا واجابه في 30 ثانيه صفقه امام عاشور في حاله اتمامها للنادي الاهلي هتكون مفيده وهل حضرتك مع اتمام التعاقد مع امام عاشور بعد ما صدر منه تجاه نادي الزمالك تجاه بعض رموز النادي الاهلي انا اسف ولا انت شايف ان الاحتراف ما فيهوش الكلام دوت والنادي الاهلي لا تحكمه المدرجات. شوف هقول لك حاجه. اولا الناس بتتكلم في الموضوع ده بقى لنا قد ايه؟ انا ولا الناس؟ لا الناس عموما. لا لا انا اتكلمت في من 3 شهور الناس بقى لا اسبوعين الناس كلها بتتكلم في الموضوع لكن هل في حد يقدر ياكد ان هناك مفاوضات وقطعت شوط واتم الاتفاق على كل حاجه لغايه النهارده؟ لا ما انا قلت لحضرتك في حاله اتمامها الكلام في ايد امام عاشور لو هو عايز زي ما قال المستشار مرتضى منصور النادي مفتوح نادي الزمالك عايز يجي يجي فلان عايز يجي يجي اهلا وسهلا الباب مفتوح يعني بمعنى ايه؟ انه هو مش مطلوب منه انه هو يجري ورا القصص اللي بتروج اما بالنسبه بقى لحاجه النادي الاهلي للاعب من الناحيه الفنيه هو لعيب مفيد محدش يقدر ينكر ده يخضع لامر الاولاني كولر لان ده لا يمكن يتم اتخاذ قرار غير باستطلاع هتافاته ضد بعض رموز على فكرة سواء دي ملهاش علاقة لا وإيقافه طبعا ماتشات دي ملهاش علاقة سواء راح الأهلي أو ما راحش الأهلي أنا كنت ضد تصريحاته أيا كان وتعاقب عليها وخلاص لا غير كده كمان يعني أنا أيامها لو 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 في حاجة إحنا لو افتكرت اجيب لك تسجيلات قلناها ايوه لان ما كان طبيعي كل الناس ضد كان المنظر استاذ جمال اي حد يعني زي ما حضرتك بتقول ضد تصريحات طبعا او ضد هتافات امام عاشور ضد او العكس كانت مبالغ فيها جدا واي حد تاني لو حتى العكس طبعا او العكس لان ده طيب. مرفوض استاذ الشرعاوي لا هو امام عاشور حر يروح الحته اللي هو عايزها شوف عارف السؤال بس طبعا هو بيكسب وقت لا 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 الموضوع هو هو هي عارف طبعا السؤال لا هو امام حر لعيب على ذمه نادي ميتلاند هو اللي طلب الرحيل من نادي الزمالك مثبت ده بفيديو حاول المستشار مرتضى منصور وقدام الناس كلها في رجعوا الزمالك لا ما انا بقول لك انا بتكلم على الاهلي هل هو هيكون اضافه مش برضه ولا لا هل هتافاته دي امام مبدئيا فنيا امام اضافه لاي فريق ينضم له ماشي على جنب اثنين هل هتافاته يعني هتافات جماهير الاهلي قالت لك مش عايزينه هل معاه ولا انت ده احنا في عصر احتراف فبالتالي خلاص هو تعاقب وكل سنه طيب وطلع اعتذر وخلاص وما فيش مشكله طيب انا شخصيا في 10 ثواني انا شخصيا لو انا عندي شعارات المبادئ والقيم ومش عارف ايه والكلام ده كله يبقى لا لو انا دايما كنادي بقول بتحدث كل ما اتكلم اقول مبادئ النادي ورموز النادي والكلام دوت يبقى لا حتى لو هو ميسي ولكن ده برضو قرار في ايد اداره النادي الاهلي والكولر المدير الفني للنادي الاهلي هم ياخدوا اصحاب الشان في هذا القرار ولكن بصفة عامة إمام عاشور حاليا عنده مشكلة قد تؤثر على مستقبله بالسلب إذا ما تحلتش بمنتهى السرعة لأنه رافض يرجع
ناديه الدنماركي مش متعايش مع الأجواء هناك، وده برضو يبين لك عقليات اللعيبة اللي هم صغيرين في السن غرطوا فكرة الاحتراف بعد ما كان مستقر ونجم النجوم في نادي الزمالك ومعروض عليه مبلغ يوازي عقد زيزو، عقد كبير جدا في نادي الزمالك، كان هو في غنى عن كل هذه الأمور، ولكن هو اللي حط نفسه في هذا المأزق، وأتمنى له أنه هو يحل مشكلته ويروح النادي اللي هو عايز يختاره. أستاذ جمال زويري نورتنا وشرفتنا. شكرا أستاذ إسلام وسعيد بوجودي معاك. قلنا إيه بقى على محمد صلاح؟ ما عدا محمد صلاح. استثناء محمد. وشكرك إن أنا موجود معاك. أستاذ شرقاوي نورتنا وشرفتنا دايما تنورنا وتشرفنا. بشكر طبعا النجمين الأستاذ جمال زويري والأستاذ محمد شرقاوي. يوم السبت حلقة جديدة بإذن الله مع النجم محمد فاروق. تصبحوا على خير.